سايتس، يعني ايه الجيوب الانفيه؟ تمام، الالتهاب جيوب انفيه المفروض الجيوب الانفيه دي فراغات في عظام الجمجمه، الفراغات دي مليانه هواء ولايند بسيليتد ميوكوزا. ايه اللي حصل؟ ان الاوبننج بتاعه الساينسز الاوستيا او الميتاس اتقفلت، زي ما انا قلت قبل كده ده الاوستوميتر كومبلكس اتقفل لسبب ما بنزله برد او ايفر، تمام، فادى الى اوبستراكشن للدرينج، ما عادش في فنتيليشن، ادى الى ستاجنيشن اوف سيكريشن، تمام، الاستاجنت سيكريشن حصل له سيكندري انفكشن، ماشي الكلام، ادى الى ساينوسايتس. هي دي القصه. العين يجي يقول لك ايه، انا كان عندي نزله برد، نزله برد راينايتس، جميع الانفكشنات في الاي ان تي بدات بنزله برد. فاكر كلمتي دي؟ اه، ما هو النوز بتاعك هي الشكمان، هي اللي عمال يلم كل الحاجات، تمام، وبالتالي راينايتس دخلت على الساينس، ساينوسايتس ده طلعت على الاوستيك انتوكوكوتايتس ميديا، نزلت فارنجايتس، لارنجايتس، برونكايتس، وهكذا. هو ده موضوع الساينوسايتس. فالعيان ده قصته يقول لك انا عندي نزله برد وبعدين ما خفتش يا دكتور، بقى لها اربع خمس ست ايام اسبوع، ما خفتش ازاي؟ ده المفروض تخف في ثلاث ايام. لا، كانت ميه ورشح بدا يبقى مخاط اصفر او اخضر، ميكوبيرولنت سكندري بكتيريال انفكشن اون توب اوف فايرال اللي هو كومن كولد، جميع الانفكشنات بدات بنزله برد. هو ده موضوع الساينوسايتس. بالمناسبه انت ليه بتقول راينو ساينوسايتس؟ يعني تم تقولها ساينوسايتس، لا ده هو الاسم الامريكاني دلوقتي بتاعها راينو ساينوسايتس، لان حديثا خلاص بيقول لك ما فيش ساينوسايتس من غير راينايتس. ما انا قلت لك دي اس الفساد، حصل انفلاميشن في الميوكوزا بتاعتها هنا الحته دي، ادت الى اوبستراكشن في الاوبننج بتاع الساينس، تمام، ادت الى ساينوسايتس. يبقى لما نزلت البرد الطول والمخاط والافرازات تقلب الى مخاط تقيل اصفر او اخضر، يبقى هو ده الساينوسايتس. يعني ايه راينوساينوسايتس؟ انفلاميشن في الميوكوزا لايننج اوف ذا ساينسز اند نوز، لان يوجوال اسوشيت زي ما انا قلت براينايتس، يبقى الميوكوزا اوف ذا نوز اند ذا ساينسز انفليمد كونجستد واديميتس، معايا؟ علشان كده اسمها راينو ساينوسايتس. طيب بقول لك ايه، وان اور مور اوف ذا ساينسز مي بي افكتد، يعني ممكن الماجزيلاري بس، اه ممكن الاثمويد وهو الكومنست، ممكن فرانتال، ممكن سفينويد، وممكن كله بان ساينوسايتس، وممكن تيجي يونيلاترال وممكن تيجي بايلاترال، وات ايفر بقى الاوبننج بتاع انهي ساينس اللي اتقفل. باثولوجيكالي وكلينيكالي الساينوسايتس اتقسمت الى ايه؟ اكيوت ساينوسايتس، اكيوت يعني الديوريشن اقل من 3 اسابيع، تمام، هم قسموها الديوريشن اقل من 4 اسابيع في الساينوسايتس بالذات، عديها واعتبرها 3 اسابيع زيها زي الباثولوجي، يبقى الاكيوت الديوريشن اقل من 3 اسابيع، كرونيك الديوريشن اكتر من 12 اسبوع اللي هي 3 شهور، يبقى الاكيوت اقل من 3 اسابيع، الكرونيك اكتر من 3 شهور. طب ما بين 3 اسابيع و 3 شهور اسمه سب اكيوت، سب اكيوت، ماشي الكلام؟ طيب دكتور الكلام ده تقسيمه باثولوجي وتقسيمه كلينيكال، اه يبقى الاكيوت ساينوسايتس ده عباره عن اكيوت اونست اوف بكتيريال، مش نزله برد، بكتيريال، تمام، راينو ساينوسايتس الديوريشن بتاعها اقل من 3 اسابيع، زي ما قلت لك الصح قوي اقل من 4 اسابيع في الساينوسايتس بالذات، لكن احنا بنقولها 3 اسابيع. الاكيوت ساينوسايتس يوجوالي بريسيدد بابر ريسبيرتوري انفكشن اللي هو كومن كولد انفلونزا او ايفر، هو ده البريدسبوزنج فاكتور اللي بيعمل كونجيشن وايديما، تؤدي الى كونجيشن وايديما اوف ذا ساينسز. يبقى ده اول نوع اكيوت راينو ساينوسايتس، يعني راينو ساينوسايتس اوف اكيوت اونست ديوريشن اقل من 3 اسابيع. طيب سب اكيوت اللي هو الاكيوت ما خفتش، بدل ما كانت 3 4 اسابيع مدت بس ما كملتش 3 شهور، يبقى راينوساينوسايتس ما بين 3 اسابيع و 3 شهور اللي هي 12 اسبوع يعني، تمام، ده السب اكيوت. الكرونيك بقى اكتر من 3 شهور، اهو اكتر من 12 اسبوع، اكتر من 3 شهور، بس خلي بالك الكرونيك فيها اكسسربيشن كل شويه، انتكاسات، يعني انا عندي كرونيك ساينوسايتس من حين للتاني يجي لي اكيوت على التوب اوف كرونيك، اللي هو انا عندي كرونيك ساينوسايتس يعني عندي وجع في وشي بسيط، عندي انسداد الى حد ما ممشيني، لا يجي لي ابر سبريت ريكت انفكشن عليه فيروح حاصل اكيوت اون توب اوف كرونيك، يعني حده الوجع تزيد، الافرازات تزيد، الانسداد يبقى اكتر، يبقى دي اسمها انتكاسه المرض اكسسربيشن. امال في واحده في النص كده انت ما قلتهاش
اسمها ريكارنت اكيوت. يعني ايه ريكارنت اكيوت؟ يعني لو الاكيوت ساينوسايتس دي اتكررت اربع مرات او اكتر في السنه نسميها ريكارنت اكيوت. يعني انا جالي اكيوت ساينوسايتس السنه دي مره ولا حاجه اسمها اكيوت ساينوسايتس، جالي مرتين ثلاثه ولا حاجه، جالي اربع مرات في السنه لا انت عندك ديزيز اسمه ريكارنت اكيوت ساينوسايتس. دي التقسيمه بتوع الراينولوجي سوسايتي بره قسموها، تمام؟ اللي هي اكيوت الديوريشن اقل من 3 اسابيع، كرونيك اكتر من 3 شهور، سب اكيوت من 3 اسابيع ل 3 شهور، ريكارنت اكيوت يعني اتكرر عليه الاكيوت اكتر اربع مرات في اكتر في السنه، تمام كده؟ الكوست اوف اورجانيزمز بتاعه الساينوسايتس، احنا قلنا الساينوسايتس اكيوت وكرونيك، سيبك بقى من سب اكيوت وريكارنت اكيوت والكلام ده. اذا الاكيوت ساينوسايتس ايه الاورجانيزمز بتاعتها؟ الاكيوت راينوسايت نفس الاورجانيزمز بتاع الاكيوت اوتايتس ميديا، ما هو ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن، ما هي الميدل ايرمي كوزا والاستيكيان تيوب والساينسز والنوز، كل ده ابر ريسبيرتوري تراكت انفكشن. فنفس الاورجانيزمز اللي كانت بتعمل اكيوت اوتايتس ميديا هي اللي بتعمل اكيوت ساينوسايتس، اللي هم ايه؟ الستريبتوكوس نيموني، هيموفيلس انفلونزا، موراكزيلا كاتيراليس. ممكن واحده من دول وممكن اكتر من واحده في نفس الوقت، يبقى ده الاكيوت، هي بالظبط ايه اللي بيسببه اكيوت اوتايتس ميديا، هم اللي بيسببوا الاكيوت ساينوسايتس. الكرونيك بقى، الكرونيك يوجوالي ميكسد انفكشن، لكن ممكن جرام بوزيتيف زي الستريبت والاستاف، جرام نيجاتيف زي السودوموناس والبروتياس، تمام؟ انيروبس وتعمل ريحه وحشه، ممكن انيروبس بالذات لو السبب دنتال، السنان، السنه هنا يا جماعه، تمام؟ السنه هنا، تمام كده؟ وده المجزيلاري ساينس، فممكن الانفكشن يطلع على طول على المجزيلاري ساينس من السنان، يعمل انيروبيك انفكشن، وفي الحاله دي الديستشارج هيبقى اوفنسيف. فاكر الاورو انترال فيستولا؟ اسمها ساينوسايتس اوف دنتال اوريجن، لو السبب سنان، ساينوسايتس اوف دنتال اوريجن، تمام؟ ده الانيروبس. ممكن فانجل، خدناها الفانجل راينوساينوسايتس اللي قسمناها الى نون انفيسيف وانفيسيف، والنون انفيسيف كانت اثنين والانفيسيف كانت اثنين، والاخيره الميوكورمايكوزيس اللي هي هايلي فيتال، تمام؟ على فكره انا ماشي بنفس الترتيب بتاع الاوتايتس ميديا، هنقول الكوست اوف اورجانيزم وبعد كده هنقول الروتس اوف انفكشن اللي هو كان الاستيكيان توب في الاوتايتس ميديا، تمام؟ ايه البريديسبوزنج فاكتور للساينوسايتس؟ انا قلت لك الاكيوت ساينوسايتس يوجوالي بدات بنزله برد، الشكمان ده نزله برد، تمام؟ بنقول ابر سبريت تراكت انفكشن هو المين بريديسبوزنج فاكتور. الابر سبريت تراكت انفكشن اللي هو ايه؟ كومن كولد، انفلونزا، الحاجات دي، تعمل ايه؟ كونجيشن وايديما، حمر ورمان في الميكوزا، ورمت واحمرت الميكوزا هنا، راحت قافلاها الاوستيا بتاع الساينسز. الميتس ورمت، الميكوزا بتاعتها ورمت، قفلت. حصل بلوكج للدرينج، ما عادش في فنتليشن. حصل استجنيشن للسكريشن جوه الساينس. كلمه السر ان الفتحه بتاع الجيوب الانفيه الميتس تبقى مفتوحه، يحصل فنتليشن والساينس يبقى مليان هواء. الميتس اتقفلت خلاص، حصل استجنيشن للسكريشن، يحصل سكندري بكتيريال انفكشن من البلوكج اوف درينج. تمام؟ يبقى اول بريديسبوزنج فاكتور نزله برد، بالذات لو اكيوت ساينوسايتس. طيب ريكارنت اكيوت او كرونيك ساينوسايتس معناها ايه؟ معناها بريزيس البريديسبوزنج فاكتور. هو انت بيجي لك تونسلايتس كتير ليه؟ انا عندي كرونيك تونسلايتس مثلا، بيجي لك كتير ليه؟ اول حاجه لان انا بشرب ميه ساقعه كتير، انا بدخن، انا ساكن في بوليوتد اريا، اللي هو بتعرض لبريديسبوزنج فاكتور كل شويه كل شويه كل شويه، فكرونيك فضلت الكرونيك وما خفتش. هو ده الكرونيك وريكارنت اكيوت معناها في بيرسيستنس اوف ذا بريديسبوزنج فاكتور، زي جنرال اللو اميونيتي، واحد دايابيتيك او اميونو ديبليتيتنج ديزيز، تمام؟ والاوفر كراودنج. انت راكب في اتوبيس او راكب في ميكروباص بادلي فنتليتد وفي ناس عندهم انفكشن ومفيش فنتليشن كويس. لوكال بقى، لوكال يعني في بريديسبوزنج فاكتور لوكال سدد الاوستيا بتاع الساينس، سدد الميتس بتاع الساينس. زي ايه؟ اشهر حاجه ايه؟ بص ديفيتد سيبتوم، السيبتوم ده المفروض في النص هنا، تمام؟ نرسمه بالاصفر هنا، ماشي، نرسمه بالاسود يمكن يبان، بالاسود اهو بان، تمام؟ السيبتوم في النص اتعوج على ناحيه، اتعوج على ناحيه، سد الاوستيا بتاع الساينسز، ادى الى ساينوسايتس، يبقى لازم تعالج الديفيتد سيبتوم ده. واحد عنده الرجيك راينايتس، حساسيه، عامله ايديما في الميكوزا دي،
تمام، قفلت الاوستيا بتاع الساينسز وهكذا. اذا في لوكال بريديسبوزنج فاكتور ادى الى ان الاكيوت قلبت لكرونيك، قلبت لكرونيك. تمام تمام. الروتس اوف انفكشن بقى النوز، بدات بالنوز ودخلت من الميتس على الساينس، كانت الاير الاوبتايتس ميديا طلعت عن طريق الاستيكي كانت تبدا الكومنست روت. هنا بقى نوز نيزل، يبقى الكومنست روت نيزل. هي كانت في النوز هنا الانفكشن، دخل على الساينس الساينسايتس. تمام. ممكن روت تاني دنتال، السنه هي الدرس اهو، وكان العظم ده فيري ثين واتاكل بانفكشن، انفكشن بريبيكال ابسس في جدر السنه، ضرب في الساينس يعمل حاجه اسمها ساينسايتس اوف دنتال اوريجن، وممكن يعمل اب تو اورو انترال فيستولا، ممكن يعمل فيستولا وممكن لا، المهم الانفكشن وصل للساينس عن طريق السنان، يبقى انيروب ويبقى اوفنسيف، انيروب واوفنسيف. تمام. ممكن اخر روت اكسترنال، واحد جاله فراكشر ماكزيلا حادثه عربيه او حاجه، او فراكشر بون بتاع الساينسز، فدخل من الفيشر فراكشر ده الانفكشن معايا، بس ده طبعا رير. الكومنست روت نيزل نيزل نيزل. ازاي؟ اكستنشن اوف انفكشن. يعني ايه اكستنشن اوف انفكشن يا دكتور؟ وكأن سبحان الله بسمع تاني الاير في الاكيتوتايتس ميديا. كان في انفكشن في النوز، كونجيشن واديما في الميوكوزا هنا. الكونجيشن والاديما قعد يسرح 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 لغايه ما وصل الاوستيا بتاع الساينس. يسرح 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 لغايه ما وصل للساينسز. تمام؟ هو ده. ده الكومنست روت. زي ما كان في هنا انفكشن في النوز، سرح عن طريق الاوستيكيان توب، سرح 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 لغايه ما وصل للميدل اير اللي هي في الاكيتوتايتس ميديا. يبقى الكومنست روت اوف انفكشن نيزل اكستنشن اوف انفكشن، بالذات لو اكيوت ساينوسايتس، نزلت برد قلبت بساينوسايتس. ممكن باسج اوف انفكتد ماتيريال، فورم بودي في النوز مثلا، عيل حط فورم بودي في مناخيره، كان بيعمل اوفنسيف ديستشارج، حط فورم بودي هنا، حصل انفكشن حواليه الفورم بودي، ادت الى راينوساينوسايتس. طيب يبقى ده اول واحد. ممكن نيزل باك، واحد بينزف من مناخيره، اضطريت احط له نيزل باك علشان اوقف الدم، الباك ده عباره عن حشو بيقفل الاوستيا بتاع الساينس. تمام، انت عملت كده باد ريشن. تمام، تنمو بكتيريا لا هوائيه تؤدي الى ساينوسايتس. نيزو جاستريك تيوب اللي هي الراين، واحد مش عارف ياكل بيتحجز في المستشفى، حطوا له تيوب من النوز لغايه الاستومك نيزو جاستريك، وبيضربوا له فيها العصاير والحاجات في الخلاط علشان يتغذى بيها. طب ما دي فورم بادي داخل جوه النوز تعمل انفكشن. تمام. انفكتد ووتر، واحد مننا ضرب غطس او عمل جامبنج او دايفنج في البيسين او البحر، وكان في واحد ابن حلال معكر الميه، فهو بيعمل بيقفز في الميه اللي هو جامبنج. تمام، الميه راحت داخله على الساينسز وكانت انفكتد، انفكتد ووتر معايا. يبقى ده الكومنست روت نيزل، يا اما اكستنشن اوف انفكشن مينوز، يا اما باسج اوف انفكتد ماتيريال زي فورم بادي، زي نيزل باك، زي نيزو جاستريك تيوب، انفكتد ووتر وهكذا. تمام. والدنتال ما تنساش يعمل ماكسيلاري ساينوسايتس، لان انهي سنه اللي تحت الماكسيلاري ساينس اكتر؟ السكند بري مولر والفيرست مولر، السكند بري مولر والفيرست مولر. هنا اللي كان دكتور السنان الشاطر قوي لما خلع جاب اورو انترال او اورو ماكسيلاري فيستولا. على فكره الساينوسايتس اوف دنتال اوريجن ممكن تحصل نتيجه الاورو انترال فيستولا او من غير فيستولا. الايبكس بتاع السنه، جدر السنه ضرب في الساينس. تمام. الباثولوجي انا قلت وانا بتكلم على فكره عباره عن ايه؟ اوبستراكشن في الميتس بتاع الساينس. انا هنا ضربت لك مثال بالاستوميتال كومبلكس. على فكره عيان الجيوب الانفيه الكرونيك بالذات لما بتعمل له سي تي، لما بتيجي تبص على السي تي اهم حاجه تبص نمره واحد على الاستوميتال كومبلكس. ايه الاستوميتال كومبلكس ده؟ اللي هو الاريا اوف درينج اوف ذا انتيريو جروب اوف ساينسز، الكفر بتاع الكتاب فرونتال انتيريو اثمويد ماكسيلاري، هو ده اللي بيصب فيها الثلاثه ساينسز الانتيريو جروب. مقفوله يبقى العين ده غالبا هيحتاج عمليه، هو ده اللي ادى الى ان الساينسايتس بتاعته تبقى كرونيك، لان الاوستيوميتال كومبلكس مقفول. تمام، يبقى اوبستراكشن للميتس اوستيوميتال كومبلكس ادى الى اوبستراكشن للدرينج. طب الاوبستراكشن اوف ذا اوستيوميتال كومبلكس ده نتيجه لايه؟ كونجيشن واديما بتاع نزله برد،
تمام، ديفيتد سيبتم يعني السيبتم في النص اهو، ديفيتد على ناحيه، قفل الاوستيا، الرجيك راينايتس عملت ايديما في الميوكوزا، او الالرجيك راينايتس عملت بوليب لحميه، البوليب قفلت الاوستيا بتاع الساينس، ادى الى ساينسايتس، تؤدي الى بلوكج للدرينج. يعني لو انا رسمت لك اهو، ده كده العين، ده كده الاوربت، ده كده الفرونتال ساينس، ده كده الاثمويد، ده كده الماكسيلاري، وهنا الاوستيوميتال كومبلكس، ده اتقفل، راح قافل لي ثلاثة ساينسز اللي هي الانترو جروب، انترو اثمويد، فرونتال فوق، ماكسيلاري تحت، معايا؟ طب ما هو دلوقتي حصل استجنيشن السكريشن، ليه؟ لأن المفروض الميوكس سكريشن هنا كان بيطرد عن طريق الميتس، اتقفل الدرينج، حصل استجنيشن، فلويد راكد، يحصل له سكندري بكتيريال انفكشن، جود ميديا فور بكتيريال جروث. هو ده الباثولوجي بتاع الساينوسايتس. نيجي بقى للكلينيكال بيكتشر بتاع الساينوسايتس. عندنا سيمتومز وساين، سبحانك يا رب، من رحمه ربنا على دكاتره الاي ان تي، اي واحد يجي له صداع يقول انا عندي جيوب انفيه، ده من رحمه ربنا، مع ان الساينوسايتس لا تمثل اكتر من 3-5% من اسباب الهيدك. تخيل اي واحد يجي له هيدك انا عندي ساينوسايتس، لانه بيتمنى ان يطلع ساينوسايتس، ممكن يبقى برين تيومر، ممكن يبقى حاجات اخطر بكتير. فاي حد بيجي له صداع تلاقيه عمل اشعه وراح لدكتور الانف والاذن العياده، ده من رحمه ربنا علينا علشان العيانين يكتروا معايا، وبالتالي اي حد بيجي له صداع بيفتكره جيوب انفيه معايا. طيب الجيوب الانفيه بقى علشان اشخصها لازم اعراض معينه سيمتومز واكزامينيشن ساينز، تمام؟ مش اي واحد يجي له هيدك يبقى ساينوسايتس، ده لها كرايتيريا. اولا الاكيوت ساينوسايتس يوجوالي بريسيدد بكومن كولد، ماشي، ما انا قلت لك ده الشكمان راينايتس هنا وراح تدخل على الساينس ساينوسايتس، يبقى الاكيوت ساينوسايتس يوجوالي بريسيدد باكيوت راينايتس اللي هي كومن كولد. طيب لها جنرال كرايتيريا بقى، مش دي اكيوت ايتس، يبقى فيفر وهيدك وماليز وانوريكسيا، ده في الاكيوت. خلي بالك انا هلم الاكيوت والكرونيك في كلينيكال بيكشر واحده. الاكيوت ساينوسايتس فيها فيفر وهيدك وماليز وانوريكسيا، ده في الاكيوت والاكيوت اكسيربيشن برضه، لكن الكرونيك صعب جدا يكون في فيفر وهيدك وماليز وانوريكسيا، يعني حراره وصداع وهمدان وملوش نفس الاكل، ده كانت كل البلد قعدت في البيت لان معظمنا عنده كرونيك ساينوسايتس من البوليوشن اللي احنا عايشين فيه، وبالتالي دي في الاكيوت بس وبريسيدد بكومن كولد. نيجي بقى لوكال، ثلاثة كاردينال سيمتوم، ثلاثة كاردينال سيمتوم، سيمتوم كاردينالي حاجة عظيمة جدا، ما تشخصش جيوب الأنفية إلا على الأقل اتنين موجودين منهم، بس أنا بقول لك خليك أنت على مستواك الثلاثة اللي هم إيه؟ نيزل أوبستراكشن، نيزل ستشارج، فيشيال بين أند هيدك، وهو ده اللي بيجيب لك العيان، الفيشيال بين أند هيدك. لانه وش وجع وصداع يبقى ساينوسايتس. يبقى اذا يا جماعه ثلاثه سيمتومز، مش اي حد يجي له فيشيال بين اند هيدك يبقى ساينوسايتس، لازم يبقى معاها نيزل اوبستراكشن او ديسشارج. يبقى اذا ثلاثه كاردينال سيمتوم مهمين جدا. سيبك بقى من حاسه الشم قلت، سيبك بقى من مش عارف قول معايا التذوق بتاع الاكل قل وهكذا، لا انا عايز السيمتومز الكومن الكاردينال سيمتومز، ثلاثة سيمتوم للتشخيص الساينوسايتس، نيزل اوبستراكشن، نيزل ستشارج، فيشيال بين اند هيدك، او مجرد هيدك، فيشيال بين اند اور هيدك معايا. نيزل اوبستراكشن، الله، مش هي راينو ساينوسايتس يعني فيها انفليمد نيزل ميكوزا، يبقى فيها نيزل اوبستراكشن، يمين ولا شمال على حسب يونيلاترال او بايلاترال. نيزل ستشارج طبعا ميوكوبيولانت من قدام انتي نيزل وبوست نيزل لان السيليا عماله ترمي على ورا، وممكن يجوا يونيلاترال او بايلاترال على حسب الساينوسايتس ايه. يبقى نيزل اوبستراكشن، نيزل ستشارج، فيشيال بين اند هيديك. الفيشيال بين والهيديك ليه ثلاثه كاركتر في الساينوسايتس لازم تكون مخلي بالك منها. ايه الثلاثه كاركتر بتاع الفيشيال بين او هيديك في الساينوسايتس؟ اولا السايت بتاعه اوفر الافكتد ساينس، ما يجيلكش عيان يقول لك ايه انا عنده صداع في كل راسي، ما فيش حاجه اسمها صداع في كل راسك، فين بالظبط حدد، ما هو الاورجانيك ديزيز لوكالايزد، بمعنى
عندي ماكسيلاري ساينوسايتس يبقى وجع هنا، عندي فرونتال ساينوسايتس يبقى وجع هنا، عندي اثمويدال ساينوسايتس انتيرو اثمويد هنا، بستيرو اثمويد وسفينويد ورا العين. اذا السايت بتاعه اوفر الافكتد ساينس. دي اول واحده. تاني واحده بيزيد بالكافنج والستريننج والليننج فوروردز. يزيد بالكحه والحزقه والتوطيه. انا يا دكتور لما باجي اصلي وانا ساجد على الارض بحس ان في فلويد بيدلق مني، لان بالجرافيتي الفلويد اتحرك معايا، وبالتالي العيان بيحس بتقل معايا، والكحه والحزقه علشان بتزود البريشر انتراكرينيال وانتراساينس معايا، وبالتالي بيزيد بالكافنج والستريننج والليننج فوروردز. واخر كاركتر مور سيفير ان ذا مورنينج، بيزيد الصبح. يبدا الصبح ليه؟ لان العيان نايم طول الليل ستاجننت فلات، فعلشانه نايم فلات القلب بيضخ الدم للهيدن تريك بسهوله، مش وانا واقف القلب بيضخ الدم اجينست الجرافيتي، لا وانا نايم بيضخه بسهوله، فالهيدن تريك تبقى كونجستد، وبالتالي لو الاستيا كانت مقفوله عنده نص نص في الحالات العاديه تقفل جامد وهو نايم، فتصحيه من النوم على صداع علشان الكونجيشن بتاع الهيدن تريك معايا. اذا صداع الجيوب الانفيه او وجع الوش والصداع ليه ثلاثه كاركتر لازم يكونوا محفوظين. اولا السايت بتاعه localized over the affected sinus. نمرة 2 بيزيد بالكافينج والستريننج والليننج فوروردز. نمرة 3 مور سيفير ان ذا مورنينج. خلي بالك من حاجه، صداع العين اللي هي الايرورز اوف ريفراكشن، المايوب والهايبر متروب والاستجماتيزم والكلام ده، الصداع بتاع العين يجي اكتر بالليل اخر النهار، مش بالليل اخر النهار اخر اليوم. ليه؟ لان العيان طول اليوم عمال يعمل اي ستريننج، عمال يقرا، عمال يبص على يفط، عمال يشتغل على الكمبيوتر، عينه تعبت، وبالتالي صداع العين يجي اخر اليوم. اما صداع الساينوسايتس يجي الصبح علشان الكونجيشن، لانه نايم طول الليل ستاجننت. ده السيمتوم. يبقى السيمتوم جنرال ولوكال، واللوكال ما تنساش الثلاثه سيمتوم، نيزل اوبستراكشن، نيزل ديسشارج، في الشلبين اند هيدك. نيجي للساينس بقى الاكزامينشن وانا بكشف عليه، برضه جنرال ولوكال. هاي تمبريتشر رابيد بالس لو اكيوت ايتس، لو اكيوت ساينوسايتس زي اي اكيوت ايتس، دستور الانفكشن في اي اكيوت ايتس، السيمتوم فيفر وهيديك وماليزيا وانوركسيا، والساينس اللي هي هاي تمبريتشر وتاكيكارديا علشان الهايبر دايناميك سيركيوليشن، وانت عندك نزله برد يا اخي، انت مش بتحس بضربات قلبك عماله تزيد، انت فاهم؟ يبقى اذا تاكيكارديا او رابيد بالس، ده في اي اكيوت ايتس مش في الكرونيك. نيجي بقى لللوكال. اولا هبص على وش العيان، دي اسمها انسبكشن، هبص على مناطق الجيوب الانفيه. ثانيا ادوس عليها بايدي، دي اسمها بالبيشن. ثالثا اقوم امسك النيزل سبيكيلم وابص جوه المناخير من قدام انتيرور راينوسكوبي، بس الانتيرور راينوسكوبي ما بيورينيش كل النوز، يبقى يفضل اعمل نيزل اندوسكوبي. ما فيش عائله انف واذن دلوقتي من غير منظار، نيزل اندوسكوب معايا. كانوا زمان بيعملوا بستيرو راينوسكوبي، ما عادش بتعمل دلوقتي، بس احنا بنضطر نكتبها علشان الكتب، تمام؟ اول حاجه وانا قاعد على مكتبي كده، العيان دخل، انا عندي وجع في وشه وصداع يا دكتور، ببص على وشه، دي اسمها انسبكشن، تمام؟ امتى يكون في ايديما وريدنس في السكين بتاع الفيس؟ لو التهاب الجيوب الانفيه خرج بره عظم الجيب الانفي. صعب يا جماعه التهاب الجيوب الانفيه يورم الوش، تملي العيانين يدخلوا لك يقولوا لك ايه يا دكتور انا عندي ورم في وشي. لا مش وارم، وارم ما كنتش هتدخل لي كده عادي، لا ده معناه الالتهاب خرج بره العظم. الوش بيبان شكله طبيعي في التهاب الجيوب الانفيه، مفيش ايديما وريدنس الا لما يحصل كومبليكيشنز اللي هو خرج بره العظم معايا، وبالتالي كومبليكيشن. يبقى اذا ايديما وريدنس اونلي لو في كومبليكيشن. اصدقك احيانا في الاطفال لان عظم الطفل ثن، فسام تايمز تلاقي فيه فعلا الحته دي منفخه معايا الاثمويد، ولكن في الكبار لا، ده هو حاسس ان وشه وارم علشان التقل، لكن مفيش ورمان في الوش ولا حاجه. المشكله تسال اللي جاي معاه، المرافق اللي جاي معاه العياده، تقول لي انت شفت وشه وارم فعلا لما كان عنده قال وشه وارم، ما هو بيتوهم وبيقول له دي وارمه. لا، ايديما وريدنس لو في كومبليكيشنز اونلي، لان الجيوب الانفيه ده فراغ في عظم الجمجمه، صعب يورم بره، ورم بره معناها الالتهاب خرج بره العظم معايا. يبقى الانسبكشن مش هلاقي حاجه الا لو في ايديما وريدنس، يبقى في كومبليكيشنز. البالبيشن هدوس على الجيوب الانفيه الاقيها تندر. اولا ما ينفعش تدوس على الناحيتين في نفس الوقت علشان لو توجع ما اعرفش توجع من ايه. يعني ايه تندرنس؟
ويعني ايه بين؟ بين دي شكوه العيان، انا بشتكي بوجع. اما تندرنس ادوس واشوف الفيشال اكسبريشن بتاعه بيمتعض وانا بدوس معاه، بس الدوسه تكون طبيعيه. طيب التندرنس ده لازم ادوس على مناطق الجيوب الانفيه، يعني الماكسيلاري ساينس اوفر ذا تشيك، الانتيرو اثمويد ميديا للاي، الفرونتال في جزئين زي ما انا قلت قبل كده في الاكزامينشن، اباف ذا ميديا هاف اوف ذا اي ده الفلور بتاع الفرونتال، او اوفر ذا ميديا هاف اوف ذا اي براو ده الانتيرو وول. يبقى هنا الفلور بتاع الفرونتال، هنا الانتيرو وول بتاع الفرونتال، ميديا للانر كانفاس ده الانتيرو اثمويد، اوفر ذا تشيك ده الماكسيلاري. طبعا البسور اثمويد والاسفينويد ورا العين ما اعرفش اعمل لهم بالبيشن. هلاقي تندرنس لو اكيوت ساينوسايتس، كرونيك ممكن بس بسيط لان الكرونيك الوجع فيه اقل اصلا. معايا؟ anterior rhinoscopy and nasal endoscopy ضمناهم مع بعض، يعني انا هعمل نيزال سبيكولوم وابص وهدخل منظار وابص، الاقي هي مش راينو ساينوسايتس يعني فيها راينايتس، الاقي فيه كونجيشن واديما في النيزال ميكوزا علشان الراينايتس الاسوشيتد راينايتس، الاقي فيه ميوكوبيرول اند نيزال ديسشارج او ميوكوبيرول اند ديسشارج في الاوستيا بتاع الساينس الملتهب. ايه ده ايه ده، ده كلام جميل قوي، ده هو ده اللي بيشخص لي وانا داخل بالمنظار، ان انا اشوف ديسشارج خارج من فتحه الجيب الانفي. يعني لو ماكسيلاري هيجي هنا، لو فرونتال هيجي هنا، لو انت وهكذا. طب ما تقول لي بقى كل جيب انفي كان بيفتح فين الاوبننج بتاع كل الساينسز؟ يعني لو لقيت الديسشارج في الميدل ميتس يبقى الانترو جروب اوف ساينسز. طبعا الفرونتال كان بيفتح قدام اهو، الماكسيلاري كان بيفتح ورا، والانترو اثمويد في النص. لو لقيت ديسشارج في السبيريور ميتس يبقى البستيرو اثمويد الانفليمد هو اللي مطلع لانه بيفتح في السبيريور ميتس. لو لقيت في السفينو اسمه ده ريسيس يبقى السفينويد هو اللي ملتهب، سفينويدايتس. معايا؟ يبقى ده ديسشارج في قصاد او في الميتس بتاع الساينس ده اللي بيدرين الساينس ده، لان الساينس اتملى باص فطلع للميتس. معايا؟ مهمه جدا انترو انوسكوبي ونيزال اندوسكوبي دي، ان انا الاقي كونجيشن واديما في النيزال ميوكوزا وديسشارج في الاوستيا بتاع كل ساينس. البستيرو راينوسكوبي قلت ما بتعملش، اللي هو بتدخل مرايه تمام من بق العيان وانت منور النور، فالنور بينعكس في النيزوفارينكس بوست نيزل، ووريناكوا صوره قبل كده تمام. هلاقي في بوست نيزل ديسشارج ما لهاش قيمه، ما عادتش بتتعمل بعد اختراع النيزل اندوسكوب، ما عادش حد بيعمل بستيرو راينوسكوبي. نيجي بعد كده للكلينيكال بيكشر بتاع كل ساينس. انت دلوقتي ضميت لي كل الساينسز على بعض، قلت لي جنرال ولوكال ككلينيكال بيكشر. لا، قول لي لو ماكسيلاري ساينوسايتس يبقى ايه بالظبط، قول لي لو اثمويدال يبقى ايه، قول لي لو فرونتال يبقى ايه. يعني ايه بقى ايه؟ يعني السيمتومز بتاعه. ما تقوليش بين اوفر الافكتد ساينس، قول لي بين اوفر ذا تشيك لو ماكسيلاري، بين اوفر ذا فور هيد لو فرونتال، وهكذا. قول ما تقوليش تندرنس اوفر الافكتد ساينس، قول لي تندرنس فين، لو ماكسيلاري هنا، لو انتيريو اثمويد هنا، لو فرونتال هنا، تمام وهكذا. يعني ما تقوليش برضه في نيزال اندسكوب ديسشارج اوبوزيت الميتس بتاع الساينس اللي انفليمد، لا حددها لي لو ماكسيلاري فيه. يبقى هو ده كل ساينس ليه كاركتر. يبقى دلوقتي علشان لو جالي سؤال كلينيكال بيكتشر اوف ماكسيلاري ساينوسايتس، ما ينفعش تقول له ايه بالنيزال اندسكوب الاقي ديسشارج في الميتس بتاع المجزر، لا قولها البوستيرور بارت اوف ميدل ميتس. البين اوفر الافكت، لا قول لي بين اوفر ذا تشيك، يعني هتحدد. هو ده. يبقى بعد ما قلنا الجنرال كلينيكال بيكشر نحدد السبيسيفيك بيكشر بتاع كل ساينس على حده، البين فين، التندرنس فين، الديسشارج فين. هما دول الثلاثه، البين والتندرنس والديسشارج. انا عندي دلوقتي اربع ساينس يمين واربع ساينس الشمال تمام، ماكسيلاري فرونتال ميديا للعين اثمويد انترو بوستيريور والسفينويد ورا العين خالص تمام. قول لي الكلينيكال بيكشر كل واحد. نيجي للماكسيلاري ساينوسايتس، ان اديشن للجنرال كلينيكال بيكشر دي هن انسرت فيها الكلينيكال بيكشر بتاع الماكسيلاري ساينس اللي هو ايه بقى، زي ما قلت لك ما تقوليش بين اوفر الافكتد ساينس، قول لي بين اوفر ذا تشيك، تندرنس اوفر ذا تشيك، وهكذا. السيمبتومز، اولا لو ايزوليتد ماكسيلاري ساينوسايتس بس، واحد جاي لي بماكسيلاري ساينوسايتس فقط، لازم تشك في دينتال اوريجين. الله،
هي لو كان سببه كومان كولد او الالرجيك راينايتس وعملت ساينوسايتس، تم الاولى تعمل اثمويد مثلا ومعاه فرانتال ومعاه ماكزيلري وهكذا. لا، ده جاي بماكزيلري بس، ايزوليتد ماكزيلري ساينوسايتس، يبقى لازم اشك في السنان. انهي سنه اللي تحت الساينس؟ السكند بري مولر والفيرست مولر. يبقى لو ايزوليتد ماكزيلري ساينوسايتس اشك في السنان، وان كان ممكن تيجي برضو من نزله البرد، بس علشانها ايزوليتد ماكزيلري ساينوسايتس هشك في نزله البرد، في دنتال اوريجين اللي هي دنتال بروبلم. بري ايبيكال ابسس اللي هو خراج على جدر السنه، تمام، او اورو انترال فيستولا وهكذا. هيستوري اوف دنتال بروبلم مي بي بريزنت، ولو في هيستوري اوف دنتال بروبلم الدسشارج هيبقى ايه؟ اوفنسيف. النيزال دسشارج اوفنسيف علشان الانيروبس. انا قلت لك قبل كده اللي اسنانه مسوسه ريحه بقه بتبقى وحشه علشان الانيروب معايا. يبقى اذا الانيروب اللي هنا اللي عامل ريحه وحشه في البق هيطلع للنوز يعمل ريحه وحشه كمان تطلع من الساينسز على النوز، تمام. يبقى اذا هيستوري اوف دنتال بروبلم، ولو في دنتال بروبلم يبقى دسشارج اوفنسيف. والفيشيال بين اوفر ذا تشيك. تشيك يعني ايه؟ الخد اللي هو جزء من الوش اللي بتغذى سنسيشن بترايجيمينال، يبقى يسمع في السنان ويسمع في الودان. ما هو اصل ده الماكسيلاري نيرف سبلايد بالماكسيلاري نيرف برانش اوف ترايجيمينال فاكلتراي اوف ثالميك ماكسيلاري مانديبولار. وبالتالي الماكسيلاري ساينوسايتس البين اوفر ذا تشيك يسمع في التيث ويسمع في الاير، تمام، عن طريق الترايجيمينال ريفيرد للتيث والاير. نيجي بقى للساينس الاكزامينيشن. البالبيشن تندرنس اوفر ذا تشيك لو اكيوت. انا قلت لك الكرونيك صعب يبقى تندر لان الكرونيك حده الالم اقل. بالانتيرونوسكوب والنيزل اندوسكوبي الاقي ديستشارج في البستيرو بارت اوف ميدل ميتس اللي هي بيصب فيها مين؟ الماكسيلاري ورا البستيرو بارت اوف ميدل ميتس، البستيرو بارت اوف استوميتال كومبلكس. افتح بقى كده يا عيان، مش دنتال بروبلم، افتح بقى كده يا عيان ممكن الاقي دنتال بروبلم، ممكن الاقي ضرس مسوس او الاقي اورو انترال فيستولا، يبقى ممكن الاقي مشكله في البق دنتال اوريجين. وفي الحاله دي اسمها ماكسيلاري ساينوسايتس اوف دنتال اوريجين، سيان كان دنتال كيرس وعملتها تزاوج سنان، او سيان كان اورو انترال فيستولا، الاثنين اسمهم ساينوسايتس اوف دنتال اوريجين. خلصنا الماكسيلاري ساينوسايتس، نيجي للفرونتال ساينوسايتس. الفرونتال ده قصه ومشكله، تمام. الفرونتال ساينوسايتس البين فين؟ التندرنس فين؟ الديستشارج فين؟ تمام؟ البين الفيشيال بين اوفر ذا فورهيد، هنا اهو شوف الست دي ماسكه راسها اهي فوق الجبهه اوفر ذا فورهيد. الكاركتر بتاع الفرونتال ساينوسايتس كبين بيقول لك اسمه بيريودك هيديك او فاكيوم هيديك، اتكلمنا عليه في الديفيتد 6 وما شرحناهوش، نشرحه بقى. ده الفرونتال ساينوس نازل منه ضغط طويل كده اسمه فرونتال ريسيس. ليه سموه فرونتال ريسيس؟ بص الفرونتال ساينوس اهو كده وبعدين ينزل كده. ايه ده؟ الفرونتال ريسيس نازل من واسع على ضيق، تمام؟ بيشبهك بالاستيكيان تيوب. لما الاستيكيان تيوب قفلت ما عادش فيها هواء طالع الميدل اير، البريشر في الميدل اير بقى ايه؟ نيجاتيف. نفس القصه في سيبتم هنا ديفييتد اهو، او كونجيشن وقديمة هنا قفلت الفرونتال ريسيس اللي هو بيصب في الانترو بارت اوف ميدل ميتس هنا اهو، الانترو بارت اوف اوستيوميتال كومبلكس. فلما اتقفل الفرونتال ريسيس اللي هو الضغط الطويل ده فرونتال ريسيس، تمام، ما عادش فيه هواء طالع للفرونتال ساينس، بقى فيه نيجاتيف بريشر. يقول لك انا راسي بتتشد على جوه، فاكيوم نيجاتيف بريشر ان سبيس. طيب يعني ايه بيريودك هيديك بقى؟ يعني بي ستارتس ان ذا مورنينج، الوجع بيبدا الصبح زيه زي بقيه الساينوسايتس من الكونجيشن والايديما، لانه طول الليل العيان نايم وبالتالي في كونجيشن وايديما هنا، فيبدا صباحا يصحيه من النوم بدري، تمام. بعد كده العيان ده قام من النوم مشي وراح شغله وبدا يتحرك، فالديستشارج اللي هنا راح نازل على الاوستيا المقفوله زنق فعمل بين اكتر فيزيد في الميد داي، لان لما اتحرك بالجرافيتي الديستشارج بدات تنزل فزاد في الميد داي. على اخر اليوم الكونجيشن والايديما ده يبقى ريليفت والاوستيا فتحت فالديستشارج ينزل فالبين على اخر اليوم يختفي او يقل. يبقى اذا بريودك هيديك ده اوف سبيسيفيك بريودستي، بيستارتس ان ذا مورنينج يزيد في الميد داي جرادوالي يقل على اخر اليوم، ده اسمه بريودك هيديك او فاكيوم هيديك، وده كاركتر في الفرونتال ساينس بس لان هو ده اللي ليه ضغط طويله،
اسمها فرانتال ريسيس، تمام؟ عامله زي الاوستيكيان توب بتاعت الاير لما عملت نيجاتيف بريشر في الاير. معايا؟ يبقى اسمه بريودك هيديك او فاكيوم هيديك. فاكيوم او بريودك اهي، فاكيوم او بريودك، تمام كده؟ طيب ده بالنسبه للبين. نيجي للساينس بقى، البالبيشن. البالبيشن بتاع الفرونتال في مكانين، الفلور بتاع الفرونتال ساينس above the medial half of the eye والانتيريور وول اوفر ذا ميديال هاف اوف ذا اي براو، النص الميديال بتاع الحاجب. معايا؟ الاقيهم تندر في الاكيوت ساينوسايتس. انتيريور راينوسكوبي ونيزل اندوسكوبي، الاقي ديستشارج في الانترو بارت اوف ميدل ميتاس اللي بيصب فيها الفرونتال ريسيس. الاثمويدال ساينوسايتس، شوف ماسكه فين؟ بتوين ذا ايز. معايا؟ ده الاثمويد، الانتيريور اثمويد بالذات، تمام؟ يبقى اذا السيمتوم البين اوفر ذا انر كانثس او بتوين ذا ايز، ممكن ميديال تو ذا اي لان ممكن يبقى يونيلاترال، تمام؟ يبقى اوفر ذا انر كانثس ميديال للاي. بس لو بستيريو اثمويد يا دكتور، البستيريو اثمويد ورا العين يبقى ريترو اوربيتال لو بستيريو اثمويد. يبقى اذا لو انتيريور ميديال للاي، لو بستيريو اثمويدايتس يبقى بيهايند ذا اي ريترو اوربيتال، بيبقى اصعب شويه ورا العين، يقول لك عيني بتتخلع مني، تمام؟ الساينس بقى البالبيشن، هل هتعرف تعمل بالبيشن للبستيريو اثمويد اللي ورا العين؟ لا، مش هتعرف تدوس عليه، يبقى هتعمل بالبيشن للانتيريور اثمويد بس ميديال للانر كانثس. هنا الاقي تندر، يبقى تندرنس اوفر ذا انر كانثس او ميديال للاي. معايا؟ لو اكيوت انتيريور اثمويدال ساينوسايتس او انتيريور اثمويدايتس. بالانتيريور انوسكوبي والنيزال اندوسكوبي الاقي ديستشارج في الميدل ميتاس لو انتيريور اثمويدايتس، الاقي ديستشارج في السبيريور ميتاس لو بستيريور اثمويدايتس، كل ساينس بيصب فين. ماشي؟ نيجي بقى لشوية انبيز، ثلاثة انبيز حمر. ايه الانبي الحمراء الاولانية؟ بقول لك الاثمويدايتس او الاثمويدال ساينوسايتس في الاطفال خطر، وممكن تعمل كومبليكيشنز اكتر من الكبار. سبحانك يا رب، وكاني بفكرك بالاكيتوتايتس ميديا، كانت تعمل كومبليكيشنز اكتر في تشيلدرن عن الادلت. نفس الكلام ليه؟ علشان كان ثيك درام وله اميونيتي، هنا برضو له اميونيتي عشان كده بتعمل كومبليكيشن. وثين لامينا بابريشيا، بص بقى ده الانتيرو اثمويد اللي هي كان اسمها البوله، ما هو جزء من الانتيرو اثمويد، ودي الاوربت، والعظم اللي بين البوله والاوربت ده اسمها لامينا بابريشيا، فيري ثين بليت اوف بون اللي هي الميديال اوربيتال وول، ده اللي بيفصل الاثمويد، اللي بيفصل الاثمويد عن الاوربت. هنا ده الاثمويد وده الاوربت، فده ثين بليت اوف بون، سام تايمز بيبقى دهيسنت especially in children. فأي infection في الإثمويد هنا يروح داخل على الأوربت، أوربيتال سلولايتس وقبلها إديما وبعد كده أوربيتال أبسس وهكذا. معايا؟ يبقى ليه الإثمويدال ساينوسايتس مور كومن إنها تعمل complication in children؟ علشان ثين لامينا بابريشيا وله immunity. اللامينا بابريشيا دي اللي بتفصل الأوربت عن الإثمويد. نيجي لتاني إن بي، infection usually starts in the إثمويد. الإثمويدال ساينوسايتس دي هي الكومنست، لان الاثمويد مالتيبل كافيتس وفتحاتها صغيره، فاي شويه نزله برد كونجيشن واديما تلاقي دول اتقفلوا من جوه، الاوستيا بتاعتهم اتقفلوا، لانها عباره عن مالتيبل كافيتس، تمام؟ كافيتس صغيرين مش زي الفرنتال واحد والماكسيلاري واحد، لا ده مالتيبل سمول والاوبننج صغيره، وبالتالي الاثمويدايتس مور كومن عن الفرنتال والماكسيلاري. اخر حاجه، لو حصل اثمويدال ساينوسايتس ممكن تؤدي الى بوليباي، بالذات لو كرونيك. ليه بقى؟ اشمعنى الاثمويدز هي اللي ينزل منها بوليبس لما تبقى انفليمد؟ لان الميوكوزا بتاع الاثمويد لوزلي اتاتشد، يعني نفترض ده اثمويد ساينس واحد، هو مالتيبل كافيتس، انا رسمت كافيتي واحد والميوكوزا بتاعته اهي، الميوكوزا دي لوزلي اتاتشد، اول ما يحصل لها اديما تورم وتروح مدلدله من الفتحه، تبقى كده، وبالتالي تعمل بوليباي، لان الميوكوزا بتاع الاثمويد لوزلي اتاتشد، فكومن انها تعمل بوليباي. نيجي بقى للسفينويدال ساينوسايتس او السفينويدايتس، تمام؟ ايه البين بتاعها؟ انا اتفقت معاك البين بالبيشن التندرنس فين والديستشارج. طبعا السفينويد ملوش بالبيشن لان السفينويد ده ورا العين خالص، يعني ده ورا هنا خالص، احسه ازاي؟ ورا الاوربت، تمام؟ بص بقى الفيشيال بين ريترو اوربيتال، ده ورا قوي، من اكتر الحاجات اللي تعمل وجع وصداع، ياه عيني هتتخلع مني يا دكتور في نص راسي. يبقى اذا
الفيشال بين ريترو اوربيتال ويسمع ورا اوكسيبيتال. انا خدت اتنين تسميع النهارده، ماكسيلري يسمع في السنان والودان عن طريق تراجمينال، اسفينويدال يسمع اوكسيبيتال لانه ورا معايا، يبقى يسمع في الاوكسيبيتال ريجن. نيجي بقى بالاكزامينشن، ما تقولش بالبيشن لانك ما تقدرش تبالبيت الاسفينويد. نيزل اندوسكوبي، حتى ما تعرفش تشوفه بالانتيرونوسكوبي، يعني انت لو دخلت هنا بالانتيرونوسكوبي يوريك لغايه الميدل ميتس، انا عايز اشوف فوق قوي السفينوزويد ريسيس، يبقى لازم نيزل اندوسكوب. بالنيزل اندوسكوبي الاقي ديستشارج في السفينوزويد ريسيس، الحته دي اللي بيصوب فيها الاسفينويد. يبقى اذا قلنا الكلينيكال بيكشر بتاع كل ساينس على لحظه. تعال نراجع السايت اوف بين بسرعه. لو ماكسيلري اوفر ذا تشيك ويسمع في السنان والودان عن طريق تريجيمينال. لو فرانتال اوفر ذا فور هيد ويبقى فاكيوم. لو انتيريور اثمويد ميديال تو ذا اي. لو بستيريو اثمويد ريترو اوربيتال. لو سفينويد ريترو اوربيتال ويسمع اوكسيبيتال. ده السايت اوف بين. نيجي للبالبيشن، نسمع بسرعه. البالبيشن تندرنس اوفر ذا تشيك ماكسيلري، تندر تندرنس ميديال تو ذا اي انتيريور اثمويد، الفرونتال above the medial half of the eye والميديال هاف بتاع الايبراو معايا، يبقى الفلور والانترول بتاع الفرونتال. طبعا البستور جروب ما اعرفش اعمل لها بالبيشن. خلاص ده بالنسبه للسايت اوف تندرنس. نيجي للديستشارج بالنيزل اندوسكوبي، الاقي الديستشارج فين؟ لو ماكسيلري بيصب في البستور بارت اوف ميدل ميتس، لو فرونتال في الانترو بارت اوف ميدل ميتس، لو انترو اثمويد في الميدل ميتس اللي هو الاستيوميتال كومبلكس الثلاثه دول. لو البسترو اثمويد سبيرو ميتس، لو سفينويد سفينو اثمويد ريسس. هو ده السايت اوف ديستشارج، هي ده الملخص الكلام اللي انا قلته من شويه. نيجي للانفستيجيشنز بتاعت الساينوسايتس. تلاقي انت كدكتور انف واذن كل واحد عنده التهاب جيوب انفيه، تلاقيه راح عمل اكس راي اشعه وجاي لك العياده. ما حدش عاد بيعمل اكس راي، احنا في سنه 2020 خلاص، انتهى موضوع الاكس راي ده في الساينوسايتس. هي دي الاكس راي يا جماعه، ما بتبينش حاجه، ما عادش حد بيعتمد عليها، ولكن للاسف في الاقاليم ما زالوا بيعملوها للعيانين بتوع التهاب جيوب الانفيه. طب الاكس راي دي ممكن تتعمل ب 100 جنيه، طب ما السي تي بيتعمل ب 300 جنيه وبيبين احسن. يعني ايه سي تي؟ ده احنا هناخد دلوقتي يعني ايه سي تي والكلام ده. سي تي كمبيوترايز توموجرافي، كلمه اختصار كمبيوترايز توموجرافي، وبالتالي هي الاكس راي بس بالكمبيوتر، فبتبين ديتيلز احسن. اللي هو دي، هو ده الفرق، ده السي تي وده الاكس راي. لا يبقى اعمل لي سي تي احسن، يبقى ما حدش عاد بيطلب اكس راي، بس ده كلام كتب لازم نكتبه، لكن اكشوالي ما حدش عاد بيطلب اكس راي ساينس فيو للساينوسايتس. الاكس راي ساينس فيو، العين واقف كده اهي ساينس فيو، هي دي الاوربت ودي الاوربت، ده الفرونتال ساينس، ده الفرونتال ساينس، ده الماكسيلري، ده الماكسيلري، الماكسيلري فيه فلويد اهو اللي هو ده الاي فلويد ليفل، وباستي وفلويد ليفل، هو ده الفلويد ليفل اللي هو ده اللي هو ده. تمام، بذمتك هتقدر تلاحظوا الاثمويد حتى مش باينه معايا. اذا اوباستي او فلويد ليفل دي كلمه بتتكتب كده، لكن محدش عايز بطلب اكس راي للساينوسايتس، كل دلوقتي سي تي. اهم انفستيجيشن في النوزل سي تي على فكره. كالشر ستيفيتي للديستشارج، عيان عنده نيزل ديستشارج يبقى كالشر ستيفيتي للديستشارج. اهم انفستيجيشن لتشخيص الجيوب الانفيه هو السي تي. سي تي تمام، كمبيوترايز توموجرافي، وهناخد السي تي ان ديتيلز دلوقتي. تمام، طيب ايه كمبيوترايز توموجرافي ده؟ هتعملها لمين؟ انا جالي اكيوت ساينوسايتس، هتعمل لي سي تي ب 300 400 جنيه؟ لا مش منطقي، ده اكيوت ساينوسايتس وهتخف بالميديكال تريتمنت، انا كان لسه عندي برد وبقالي اسبوع تعبان، فما تطلبليش سي تي. السي تي ده يتطلب لمين؟ للي عنده المشكله بتتكرر ريكرنت اكيوت ساينوسايتس او كرونيك بقاله فتره، او مطلوب له سي تي لان ده غالبا هيحتاج عمليه، فانا بطلب له سي تي علشان تبين لي الديتيلز اللي جوه، البري ديسبوزنج فاكتور اللي خلى الاكيوت تبقى كرونيك او بيكررها ايه، فعلشان كده عملت له سي تي. مش اي عيان ساينوسايتس اكيوت تطلب سي تي، لا السي تي دي تطلب في الكرونيك وريكرنت اكيوت علشان اشوف السبب. بتبين ايه؟ اوباستي اوف ذا انفكتد ساينس. بص بقى اللي فوق ده النورمال، الهواء بيبان في الساينس اسود اهو، اسود اهو، اسود اهو، ده الماكسيلري تحت، ده الانتيريو اثمويد مع
معايا؟ هنا الماكسيلاري اوبيك اوباستي كلاودنج، الهواء بقى فيه بدل هواء صديد اهو، وهو الناحيه الثانيه. اما الاثمويد مليان هواء هو اسود سليم. اذا هي بينت لي اوباستي في الساينس اللي هو الانفكتد ساينس، واهم من ده بينت لي الكونديشن اوف ذا اوستوميتال كومبلكس. طبعا انا ما اعرفش اكبر الصوره، الاوستوميتال كومبلكس اللي هي الحته دي، الحته دي مقفوله هنا مفتوحه هنا، هوا اهو الاوستوميتال كومبلكس دي اهم حاجه تبين لي الاوستوميتال يونت او الاوستوميتال كومبلكس. تمام. السي تي ده مانداتوري جدا لو انا جيت ادخل عيان اوضه العمليات علشان اعالجه بالمنظار، اعالج الجيوب الانفيه بالمنظار. ليه؟ لانها بتبين لي، بتشخص لي الساينوسايتس، بتبين لي الكونديشن اوف ذا اوستوميتال كومبلكس، واهم من ده بتديتكت لو في اناتوميكال ابنورماليتي. افرض يا اخي همثل لك، افرض كان عنده لو كريبروفورم بليت، دي كريبروفورم بليت كانت لو، دخلت بالمنظار خرمتها سي سي فراينوريا. افرض كان عنده اللامنه بابريشيا دي، دهسنت، دخلت عورت العين الاوربت. تمام. السفينويد ده من قدام في الاوبتيك ومن ورا الكاروتيد عامله اندنتيشن للعظم بتاعه. افرض العظم اللي على الاوبتيك كان دهسنت او على الكاروتيد دهسنت، يا دخلت في الاوبتيك اتعمى يا دخلت في الكاروتيد فيتال هيموريدج. اذا السي تي مانداتوري كبري اوبرتيف انفستيجيشن. يبقى ايه اهميه السي تي؟ نمره واحد شخصت لي في اوباستي في الساينس، نمره اثنين ورتني الكونديشن اوف ذا اوستوميتال كومبلكس، نمره ثلاثه بينت لي لو في اناتوميكال ابنورماليتي زي ايه؟ لوكر بيرفورم بليت، دهيسنت لامنا بابريشيا، دهيسنت اوبتيك او كاروتيد ارتري، اوبتيك نيرف او كاروتيد ارتري. يبقى اذا السي تي هي اللي بتشخص لي. يعني بقى السي تي، انا متاكد ان في ناس، بعض الناس منكم عملوا سي تي، فلكن في ناس ما تعرفش يعني ايه سي تي. كمبيوترايز توموجرافي هنشوفها دلوقتي فيديو، ربنا يسهل ويشتغل. يعني ايه كمبيوترايز توموجرافي؟ انا رحت اجيب ربع كيلو لانشون من السوبر ماركت من البقال، فبتقول له انا عايز ربع كيلو لانشون او ربع كيلو بسطرمه، فجاب لك قالب اللانشون او البسطرمه حطه على المكنه، وبعدين المكنه قعدت تقطع تك 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 تك. الحركه دي اسمها توموجرامز، تقطيع، بتقطعه ترانشات. لو قطعك من قدام لورا دي اسمها كرونال، بيبص لك كده. لو قطعك بالعرض كده وبيبص من فوق دي اسمها اكزيال، اجينست الاكسس اوف ذا بودي. تمام. يبقى اذا توموجرامز ده تقطيع، كمبيوترايز توموجرافي. تمام. ده السي تي ده عباره عن ايه؟ كاميرا وعماله تقطعك، تقطعك ترانشات، دخلت هنا مقطع اول، مقطع ثاني، مقطع ثالث، وهكذا. ده التوموجرافي اهو. بص بقى أو هيدخلك الشخص التكنيشن الفني بيحرك الشزلون. تمام. دكتور الأشعة قاعد بره بيبص على الكمبيوتر، ما بيفتحش مع العين كل شوية، بيتحرك بيرد. التكنيشن برضه لابس بدلة واقية، نيجي بقى نشوف الصور. سي تي ساينسز، بص ده من قدام قوي. اولا المنظر ده كده كرونال، انتيرور فيو كرونال، اللي زي الكفر بتاع الكتاب. هنا العين، فوق العين يبقى الفرونتال، تحت العين يبقى الماكسيلاري، ميديا للعين يبقى الاثمويد من قدام، والبستيرو اثمويد من ورا، ورا العين وميديا شويه، والسفينويد ورا العين. معايا؟ ده من قدام خالص اهو، ده مبين الفرونتال يمين والفرونتال شمال، وده النيزل سيبتم بدا يبان، والبون بتاع النوز. تمام. هنا رجع ورا شويه، الفرونتال شبه اختفى، الفرونتال اساس باين حته صغيره اهي. ده الانتيرو اثمويد، على فكره دي البوله نفسها، ده الانتيرو اثمويد. تمام. وده الماكسيلاري، ودي الاوربت. يا ده حتى الاوبتيك نيرف باين، والريكتاي ماسل باينه. تمام كده. وده ورا خالص. تمام. ده السفينويد يمين وشمال، ماشي. و ده كوينا من ورا، ودي الانفيريور تيربنت، البستيرو اند بتاع الانفيريور تيربنت. تمام كده.
همسح لكم اللي انا عملته علشان تشوفوا الكلام ده تاني. يبقى اذا قطعوا من قدام خالص وبعدين ورا شوية وبعدين يرجع ورا خالص معايا. تعال نشوف الكلام ده فيديو. هو بتقطعك من قدام لورا اهو، ده قدام خالص، الفيديو اللي قدامك ده قدام خالص. ارجع لورا شوية، بص وقف، فرانت اليمين وشمال باينين، النيزل بون. انا معرفش اشاور دلوقتي، لو شاورت الصورة تروح، النيزل سيبتم والنيزل بون والفرانتال. ارجع ورا كمان، الفرانتال اختفى، الفرانتال ريسيس اهو، ده الانترو اثمويد، والانترو اثمويد ميديال للعين، دي الاوربت، دي اللامينا بابريشيا واللامينا بابريشيا اهي، والبولة اللي باينة قدامك دي المجزلري بدأ يظهر تحت الاوربت معايا. ده البسترو اثمويد ورا خالص، يا عالجمال. هنا السيبتم في النص، الانفيرو تربنت باينة، الميدل تربنت، السبيرو تربنت. انا ما اقدرش اشاور بالماوس ولا القلم، لو شاورت ما بيبانش طالما الفيديو شغال معايا. يبقى المجزلري ساينس كبر اهو، والمجزلري ساينس، والاوربت والاوربت، والانترو اثمويد، والثلاثه تربنتس باينين. نلاحظ الانفيرو تربنت اكبر واحده، الميدل تربنت اصغر شويه، السبيرو تربنت صغيره قوي معايا. ارجع لورا اكتر، لا ده هنا بقى المجزلري ساينس اهو كبر، تمام. هنا الانفيرور تربنت والميدل تربنت، وهنا بقى دي البستور اثمويد. طب ليه يا دكتور دي البستور اثمويد؟ لان في نيزل كافيتي ستيل باينه معايا. دي ورا خالص الاسفينويد يمين وشمال، وهنا الكوينه والكوينه، واللي باين فيها دي الانفيرور تربنت، كانها الصوره اللي انا شاورت عليها، اللي قلت لك عليها، اللي هي دي الصوره دي، تمام، اللي هي الكوينه يمين وشمال والاسفينويد فوقيهم يمين وشمال. يبقى ده السي تي، بقطعك من قدام لورا، ده اسمه كرونال كات، كرونال من قدام لورا. طب الاكزيال بقى يا دكتور، اللي هي الصوره دي، هو ده الاكزيال، بقطعك بالعرض وببص من فوق، اجينست الاكسس اوف ذا بودي، اقطعك من تحت لفوق او من فوق لتحت، ترانشات زي ما قلت، توموجرافي او توموجرامز معايا، تمام. طيب بص بقى، بص الفيديو، هقطعك اهو، ده المجزلري ساينس يمين وشمال، مش هعرف اشاور، والنيزل سيبتوم اللي في النص دي، واللي باينه كبيره في النص دي، الانفيرور تربنت. المجزلري ساينس يمين وشمال، والنيزولاكريمال داكت بدا يبان اهو، الاثمويد بدات تظهر يمين وشمال، والاسفينويد ورا، فيها اوباستي، الاثمويد فيها اوباستي على فكره، الكلام ده الاثمويد فيها اوباستي كتير جدا، وتعرف منين الرايت والليفت؟ هو بيكتب لك رايت وليفت معايا، في اثمويد على الناحيه الرايت كويسه، بينما الاثمويد على الناحيه الليفت مليانه اوباستي، والاسفينود ورا خالص اهو. ما اعرفش اشاور لك بالماوس ولا القلم. وبعدين الاوربت باينه، الايبول اهي، والاوبتيك نيرف باينه، والاوبتيك فورا من ورا باينه، وهكذا معايا. طيب يبقى اذا ده بالنسبه للاكزيال، اجينست الاكسس اوف ذا بودي، اكزيال كات، اكزيال كات. على فكره ده النيزو لاكريمال داكت يمين وشمال، ده المجزيلاري ساينس يمين وشمال، ده النيزل سيبتوم، دي الانفيرور تربنت اهي، بس هتكبر لما يطلع لفوق شويه معايا. يبقى اذا ده الاكزيال. في كمبيوتر سيستم بيربط الاكزيال بالكرونال، ويعمل حاجه اسمها ريفورماتنج ساجيتال. الام ار اي بقى فيه كرونال واكزيال وساجيتال، اما السي تي كرونال تمام واكزيال، الساجيتال ريفورماتنج بين الاثنين، يعني بيعمل صوره بيركب الاثنين على بعض ويطلع ساجيتال. نيجي للتريتمنت بقى بتاع الساينوسايتس، سيان اكيوت او كرونيك، انا ضمتهم مع بعض. التريتمنت بتاع الساينوسايتس ميديكال وسيرجيكال، بس الميديكال مين للمين؟ للاكيوت. والسيرجيكال مين للمين؟ للكرونيك والريكارنت اكيوت، علشان اشيل له البريديسبوزنج فاكتور، ديفيتد سيبتم، الرجيك بوليباي، قفله الاوستيا بتاع الساينس، ده البريديسبوزنج فاكتور. اذا التريتمنت بتاع الساينوسايتس ميديكال وسيرجيكال، زي اي حاجه. ميديكال، واحد عنده اكيوت ساينوسايتس، اكيوت ايتس، يعني سخن سخن وتعب في الجسم، فيفر وهيديك وماليز وانوريكسيا، وعنده وجع في وشه ونيزل اوبستراكشن وصوته مزكم، انت فاهم؟
هتقول له ايه؟ اقعد في البيت، اقعد في البيت واشرب سوائل دافيه كتير، يبقى كومبليت بيدريست اند بلنت فورم فلويدز. لو اكيوت كرونيك لا، كرونيك كان كل البلد قعدت في البيوت. معايا؟ سيستميك انتيبايوتكس اكوردنج تو كالتشر استيفيتي، مش عنده ديستشارج او اديله برود سبيكترم انتيبايوتك. انالجيزيك انتيبايوتك للحراره والالم، ما عنده وجع في وشه وصداع وفيفر. معايا؟ انالجيزيك انتيبايوتك. دي كونجستنت نيزال دروبس، نقط في المناخير، يعني المناخير كونجستد، البلاد فيسل فاز دايليتد، تمام، والمناخير كونجستد وبالتالي الاوستيا قافله، فانا عايز افتح الاوستيا او مديله فازو كونستريكتور. دي كونجيشن، هي كونجستد يبقى دي كونجيشن، اللي هي مين؟ الزيلوميتازولين في السوق اللي هي الاوتريفين، او الاكسيميتازولين اللي هو الافرين. خلي بالك افويد برلونجد يوز اوف نيزال دروبس، ماكسيمم يوز 7 ل 10 ايام. ليه؟ هيجي له راينايتس ميديكامنتوزا ريباوند فينومينا. فاكر الاستك بتاع بنطلون البيجامه بتاع الواد اللي كان بيذاكر والهرهر؟ البلاز فيسل هتبوظ المسكلوزا، فخلي بالك افويد برلونجد يوز اوف نيزال دروبس علشان ما يجيلوش راينايتس ميديكامنتوزا. ستيم انهاليشن طبعا، انت لما يكون عندك التهاب جيوب انفيه وتدخل تاخد دش سخن وانت قافل الحمام عليك، البخار نفسه بيدخل يدوب المخاط، يدوب الجلير الثيك، فاكر الميوكسيلير كليرنس جلير وسول لير، فيكتر السول لير فالسيليا ترجع تتحرك تاني ويدوب الثيك ميوكس، تطلع من الحمام تلاقيك مرتاح ومناخيرك فاتحه، ده ستيم انهاليشن. فاذا ممكن تنصحه بستيم انهاليشن، وممكن يتحط عليه كمان تنكشر بنزوين صابت جاوي ورم علشان انتي ايديميتس. ورم فومنتيشن اوفر الافكتد ساينس، ممكن كمادات دافيه على الافكتد ساينس تقوم تفتح الفاسكولاريتي اللي حواليه، تقوم تجيب امينوجلوبولينز من الدم. تريتمنت اوف ذا بري ديسبوزنج فاكتور، لو عنده حساسيه او حاجه تديله علاج ليها. يبقى اذا لو اكيوت كومبليت بيدريست، سيستميك انتيبايوتيك اكوردنج تو كالتشر استيفيتي، ديت الاكيوت او كرونيك، لكن كومبليت بيدريست في الاكيوت، انالجيزيك انتيبايوتيك في الاكيوت والكرونيك، ما هو كرونيك فيه فيشيال بين وهيدك برضه. دي كونجستنت نيزال دروبس افويد برلونجد يوز، تمام كده علشان الراينايتس ميديكامنتوزا، ستيم انهاليشن، ورم فومنتيشن، واعالج البري ديسبوزنج فاكتور. بيجي له نزلات برد كتير لسبب معين، بيتعرض لهواء سائع بتاع، خلي بالك عنده حساسيه اعالجها له، يبقى علاج البري ديسبوزنج فاكتور. نيجي بقى للسيرجيكال تريتمنت، اسمها فيس. فيس ده اسم مشهور جدا، فانكشنال اندوسكوبيك ساينس سيرجري. فيس فانكشنال اندوسكوبيك ساينس سيرجري، اللي هو بدخل بالمنظار ارجع الفانكشن بتاع الساينس تاني، مش الاوبننج بتاع الساينس اتقفلت الميتس افتحها تاني، اشيل الميوكوزا الايديميتس اللي قفلتها، اذا بترجع الفنتيليشن والاريشن تاني، اذا بترجع الفانكشن تاني، علشان كده اسمها فانكشنال اندوسكوبيك بالمنظار، اندوسكوبيك ساينس سيرجري، هي دي الستاندرد تريتمنت دلوقتي. طيب امتى الجا للسيرجيكال تريتمنت؟ واحد عنده اكيوت ساينسايتس اعمل له جراحه؟ ده اكيوت ساينسايتس هيخف بالانتيبايوتيك والكلام ده، تمام؟ اذا حرام عليك، ده عنده ساينسايتس بقاله اسبوع اسبوعين، اديله ميديكال تريتمنت. لكن لو المساله كرونيك، تمام، وجرب العلاج وفشل، فيلد ميديكال تريتمنت، او لو جاي لك بكومبليكيشن، واحد جاي لك باوربيتال ابسس، خلاص يبقى سيرجيكال، يبقى كومبليكيتد ساينوسايتس. يبقى امتى الجا للجراحه للسيرجيكال؟ لو فيلد ميديكال تريتمنت، او لو جاي لي اوريدي بكومبليكيشنز، يبقى لازم درينج وتريتمنت للكوز. فيس هي الستاندرد سيرجيكال تريتمنت nowadays، فانكشنال اندوسكوبيك ساينس سيرجري. ليه؟ بعالج بها كرونيك وريكارنت اكيوت، بشيل الديزيز دي ميوكوزا اللي قافله الاوستيا بتاع الساينس، وبالتالي برجع الفانكشن تاني، برجع الاريشن والدرينج والفنتليشن. كانوا زمان قبل ما يخترعوا المناظير، دخول المناظير مصر كانت سنه 85، وكانت داخله على استحياء، بدات تزيد في التسعينات وبداوا يقتنعوا بيها. الاول قبل ما يخترعوا المناظير كانوا بيعالجوا الساينوسايتس ازاي؟ كان في عمليه اسمها عمليه البذل، بذل الجيوب الانفيه والحاجات دي، هنتكلم بقى على الاولد بروسيدجرز كاسماء، وبعد كده في الاوبريشنز ورا نبقى ناخدها ان ديتيلز اكتر. لو ماكسيلاري ساينوسايتس كانوا بيعملوا ايه؟ انترال بانكشر اند لافاج. ايه الانترال بانكشر اند لافاج ده؟ انترال بانكشر اند لافاج ده عباره عن تروكر وكانيولا، اللي هو ده عباره عن ماسوره حديد كده وجواها حاجه زي المسمار زي الخنجر، تخرم العظم بتاع الساينس اللي هو ده الميديال وول،
تحت الانفيرور تيربنت، تمام؟ ادخل تحت الانفيرور تيربنت بس بشرط تبقى دايركتد كده، علشانك لو دايركتد فيرتيكال ممكن تخرم العين. لا كده لاترال توردز ذا اوتر كانفاس، ترجع لورا واحد بوصه وبعد كده تدايركت لاترال توردز ذا اوتر كانفاس وتروح خارم. فايده الخنجر اللي هو التروكر انه يخرم العظم، يقوم يدخل الكانيولا، يدخل الماسوره، وتروح غاسل الساينس لافاج غسيل، وبعد كده الاول تشفط الصديد وبعد كده تعمل لافاج. دي اسمها انترال، يعني ماكسيلاري انترال بانكشر اند لافاج. طيب بقول لك بترجع تاني، لان انا كده غسلت الساينس وبعدين الاوستيا هتتسد تاني وترجع ريما لعادتها القديمه، اقوم اوسع الحته دي بدل مجرد اوخز بانكشر وشفطت وغسلت، لا اشيل عظم كتير من هنا، افتح اوستيوم جديد في تحت الانفيريور تيربنت، وبالتالي اسمها انترانيزال انفيريور انتروستومي. قال ايه يحصل درينج؟ هقول لك عيوبها ايه كمان شويه مع بترجع تاني. راحوا مخترعين ايه بقى؟ كالدو لوك او راديكال انترام اوبريشن، اللي هو ايه؟ قيس الخدشيك، افتح الانترول بتاع الساينس، شيل كل الميوكوزا وبعد كده اقفل. لغيت الميوكوزا اللي هي انفليمد دي، شلتها رميتها في الشارع، دي راديكال انترام اوبريشن. معايا؟ يبقى ده لو ماكسيلاري ساينوسايتس. برضه بترجع تاني، كل ده اوبسليت ريبليسد باي فيس. طيب لو فرانتال ساينوسايتس كانوا بيعملوا تريفاين اوبريشن اللي هي دي، بيخرموا الفلور بتاع الفرانتال ساينس ويروح مدخل قسطره ويقعد يغسل بصلاين وانتيبايوتيك بعد ما يشفط الصديد، يبقى اسمها تريفاين. تريفاين يعني تربنه، عمليه التربنه، ثقب في الفلور بتاع الساينس. معايا؟ طيب ولو هترجع تاني يبقى يروحوا عاملين ايه؟ عمليه مقرفه جدا اللي انا هقولها دي، اوستوبلاستيك فلاب اوبريشن، اللي هي ايه بقى؟ لو رجع التاني قال ايه؟ ما هو قبل المنظار بقى، قبل اختراع المنظار نزل اندوسكوب، كانوا يفتحوا من هنا كده تمام ويروحوا سالخين كل السكالب على ورا ويروحوا شايلين الانترول بتاع الفرونتال ساينس حاطينها على ترابيزه العمليات، يشيل كل الميوكوزا بتاع الفرونتال ساينس وروح جايب فات من الابدومين وروح مال الساينس فات لغيه يعني، وروح جايب العظم وحطه تاني ومخيط وخلاص على كده لغى الفرونتال ساينس اوبليتريشن تمام. اوستيو يعني عظم، فلاب اوستيوبلاستيك فلاب تمام، اوبليتريشن خلاص. ده لو ايه؟ لو رجع التاني، كل ده بقى بينج اوبسليت ريبليسد باي فيس. طب لو اثمويدال ساينوسايتس كانوا بيعملوا ايه؟ يفتحوا من هنا ميديا للانر كانفاس ويشيل كل الاثمويد ساينس، عامل زي الماستيديكتومي كده، بدل ما هي مالتيبل كافيتس كل العظم يتشال وبقت سنجل لارج كافيتي اللي هي اكسترنال اثمويديكتومي، وممكن كمان يفتح معاها الفرانتا اللي هي دي، يفتح ميديا للانر كانفاس. ده الاكسترنال اثمويديكتومي. عيبها ايه؟ في سكار، في سكار باين بعد العمليه، فالمنظار ريحنا من الكلام ده علشان كده اوبسليت. طب والاسفينويد كانوا بيعملوا لها ايه؟ هي الاسفينويد فين؟ الاسفينويد ورا الاثمويد، يعني هنا الانترو اثمويد اهي كذا فراغ اهو، وبعدين الجراوند لاميلا، وبعدين البسترو اثمويد اهو فراغات اقل، وبعدين الاسفينويد. فانا ازاي اوصل للاسفينويد هنا من غير ما اشيل الاثمويد؟ يبقى هفتح اعمل اثمويدكتومي علشان اوصل للاسفينويد وراه، يبقى اسمها سفينو اثمويدكتومي، بشيل الاثمويد علشان افتح الاسفينويد، بعمل اسفينويدوتومي لكن قبلها لازم اعمل اثمويدكتومي، يبقى اسمها سفينو اثمويدكتومي، يعني شلت الاثمويد علشان اوصل للاسفينويد افتحه. كل ده برضه هيسيب سكار وعمليه كبيره، كل ده اوبسليت بينج ريبليسد باي فيس. بص ده عمليه البازل انترال بانكشر اند لافاج، اهو دخل الكانيولا بعد ما خرم بالتروكر، وبعدين يدخل ورم سلايم بعد ما شفط الصديد، يدخل ورم سلايم ويروح طالع من الميدل ميتاس يغسل لافاج تمام. هنتكلم عليه ان ديتيلز. طبعا ممكن لو صلت الكانيولا بتاعتك فيرتيكال تاخد الاوربت، لو كان الماكسيلاري ساينس ده صغير في الاطفال ممكن تعور الاوربت بسهوله. معايا؟ طيب دي لو فيلد بقى اللي هي الانترال بانكشر اند لافاج، يروح قايل لك ايه؟ مش انا خرمت خرم صغير ولم والساينوسايتس رجع تاني؟ قال ايه؟ افتح فتحه هنا اوستيوم تحت الانفيريور تيربنت، يبقى اسمها انترانيزال انفيريور انتروستومي. انترو يعني ماكسيلاري انترا، استوما يعني فتحه، انتروستومي تمام.
فكان يروح فاتح واسعه هنا. قال ايه؟ علشان لو جاله ساينوسايتس بعد كده بعد ما عالجته الباس يروح نازل بالجرافيتي عن طريق الميتس اللي انا فتحتها. ما نفعتش. ليه ما نفعتش؟ لان السيليا بتاع الساينوسز بتتحرك على فوق، السيليا بتاع الماكسيلاري ساينس ناحيه الميدل ميتس اللي ربنا خلقها، الفسيولوجيكال ميتس. فالسيليا حركتها على فوق، وبالتالي الديستشارج بتفضل معلقه فوق، وبالتالي اوبسليت، ما بتنفعش الانترانيزال انفرانتروستوم علشان الدايركشن اوف سيليا ريموف. طب ولو فشلت الانترانيزال انفرانتروستوم يروحوا عاملين كالد واللوك اوبريشن او راديكال انترام اوبريشن. العمليه دي الحقيقه اللي خلتني اتخصص انف واذن، لا انسى ابدا. دخلت اوضه العمليات لقيتهم بيعملوها، اتبسطت قوي. واحد سلخ الخد وعمال يفتح الماكسيلاري ساينس وينحت وبتاع، والاخر رجعه تاني وبقيت المساله حلوه قوي. حبيت تخصص الانف والاذن، دخلت تخصص الانف والاذن. الحقيقه فوجئت بعد اول شهر ان بيقولوا لي ده العمليه دي اوبسليت، ايه اللي جابك عندنا؟ نفسك تعملها؟ وعملتها فعلا. تمام؟ مع انها اوبسليت بس لها ليميتد انديكيشن. ده الراديكال انترام اوبريشن او الكالدو ليك اوبريشن، بتفتح سب ليبيال تحت الشفه، تشيل انترول بتاع الساينس معايا، تنظف كل الميوكوزا، وبعد كده تقفل تاني، وبالمره تعمل له انترانيزال انفرانتروستوم علشان الدرينج. اوبسليت. ده الاكسترنال فرانتو اثمويدكتومي. بص، عملت اثمويدكتومي ففتحت الفرانتال، شلت الاثمويد فالفرانتال اللي فوق ده اتفتح اهو، لان الاثمويد تحت الفرانتال. نيجي الراينوساينوسايتس اند تشيلدرن. الساينوسايتس اند تشيلدرن ده سبيشال انتيتي، زي ما خدنا الاكيوت اوتايتس ميديا العاديه واتبعناها باكيوت اوتايتس ميديا اند تشيلدرن، نفس الكلام في راينوساينوسايتس وراينوساينوسايتس اند تشيلدرن. الطفل اول ما بيتولد ما عندوش غير اثنين ساينس، ماكسيلاري واثمويد، ماكسيلاري واثمويد. الفرانتال ساينس والسفينويد مش موجودين في الاطفال. الفرانتال يبتدي يظهر من 2 ل 4 سنين، وبعد كده يوصل للفول ديفلوبمنت من 14 ل 18 سنه، والسفينويد تقريبا نفس الكلام. وبالتالي الطفل هيجي له يا اثمويدال يا ماكسيلاري ساينوسايتس. تمام؟ ايه البريديسبوزنج فاكتور؟ ايه اللي هيجيب ساينوسايتس للاطفال؟ غالبا نيزال اوبستراكشن، فلما النوز اتسدت عمل استجنيشن للسكريشن، وبالتالي السكريشن راحت داخله على الساينس الساينوسايتس. وايه الكومنست كوز اللي نيزال اوبستراكشن؟ ادينويد. انا قلت وقت الادينويد ايه؟ الطفل المشخر اللي بيشخر، ابو بربور اللي مبربر، عنده نيزال ستشارج، فالديستشارج دخل على الساينسز عملت لي ساينوسايتس. الكومنست واقوى بريديسبوزنج فاكتور للساينوسايتس عند الاطفال ادينويد اللحميه، الطفل المشخر او بربور. لكن لها جنرال بريديسبوزنج فاكتور، واحد بيجي له نزلات برد كتير، طبعا الاكيوت ابر ريسبيراتري انفكشن اكتر في الاطفال، نزلات البرد اكتر في الاطفال، الالرجيك راينايتس الحساسيه اكتر في الاطفال، سيام كانت طول السنه برينيال او سيزونال موسميه. ميوكوسيلياري ديفكت، مولود بعيب خلقي عنده ديفكت في السيلياري موفمنت. تمام؟ اسمها ايه الحركه دي؟ كارتاجنر سندروم. ما عندوش سيليا بتتحرك، ايموتايل سيليا سندروم او كارتاجنر سندروم، اللي هي ثلاث حاجات، ساينوسايتس. تمام؟ دي اول واحده. ديكستروكارديا يعني قلبه على اليمين بدل الشمال، برونكيكتزيس اللي هي دايليتد انفكتد برونكاي. التلاته دول اسمهم كارتاجنر سندروم. على فكره كارتاجنر بعد ما عمل السندروم بتاعه ومات، اكتشفوا ان كل السيليا بتاع الجسم ما بتتحركش، مش دي بس، حتى السبيرم. السبيرم اوموتايل فما بيخلفش، فده كارتاجنر. يبقى ده كارتاجنر سندروم، السيليا ما بتتحركش، اوموتايل سيليا سندروم، يجي له ساينوسايتس. تمام؟ طب ايه رايك لو السيليا طبيعيه والمخاط هو اللي فيسد تقيل، الجليير بتاع الميوكسيلياري بلانكت فيسد، ما بتخليش السيليا تعرف تتحرك كويس، اسمها ميوكو فيسيدوزيس او فيسيد ميوكاس سيستيك فايبروزيس، يجيب ساينوسايتس. برضه بتحصل في كذا مكان في الجسم، لان كل الافرازات بتاعته بتبقى فيسيد تخينه لزجه معايا، يبقى هو مولود بعيب خلقي، يا ميوكو فيسيدوزيس يا ايموتايل سيليا اللي هو كارتاجنر، واقوى منهم الادينويد طبعا. لو الطفل ده عنده اميونيتي، عنده ليوكيميا انيميا وات ايفر، تمام، يجي له ساينوسايتس بنسبه اعلى. ايه الكوست اوف اورجانيزم في الساينوسايتس؟ هم الكوست اوف اورجانيزم بتاع الاكيتوتايتس ميديا، الهيموفلس انفلونزا والمراكزيلا كاتراليس وستريبتوكاس نيومونيا. معايا؟
نيجي بقى للكلينيكال بيكشر بتاع الساينوسايتس ان تشيلدرن، هي اكيوت ولا كرونيك؟ لو اكيوت فيفر، لان اي انفكشن في الاطفال حراره، فاكر ده كانت في الاكيوت اوتايتس 100 بتعمل رايجورز، تمام، يبقى فيفر وعنده ساينوسايتس يبقى لوكال نيزل اوبستراكشن وديستشارج، يبقى اوبستراكشن اند ديستشارج. سام تايمز تلاقي ايديما عند الروت اوف ذا نوز هنا ميديا للاي، لان العظم بتاعه ثين. انا قلت لك الكبار لا، ايديما وريدنس لا، الا لو كومبليكيتد، يبقى سام تايمز تلاقي ايديما بتوين ذا ايز. الكرونيك ساينوسايتس بقى تلاقي الطفل ده غالبا عنده بريديسبوزنج فاكتور خلى الاكيوت يبقى كرونيك زي الادينويد، الطفل المشخر ابو بربور، بيرسيستنت نيزل اوبستراكشن اند ديستشارج، ميكوبريلنت نيزل ديستشارج، ما هو ابو بربور معايا، وبعدين يجي له ريكرنت انفكشن، الديستشارج اللي هنا يطلع الاوستيكيا توبوتايتس ميديا، ينزل فارينجايتس لارينجايتس برونكايتس، يبقى سيمتومز اوف ديسينج انفكشن. تمام، ان بي حمراء قلتها قبل كده، الولد ده كان عنده اثمويد اوف ساينوسايتس، الاثمويد اهي، وفي حاجه اسمها اللامينا بابريشيا هنا ثين بون، وبتبقى ثين في الاطفال واحيانا ما تبقاش موجوده دهيسنت. تمام، وبالتالي الاثمويدايتس او الاثمويدال ساينوسايتس في الاطفال نسبه انها تجيب كومبليكيشن في الاطفال اكتر من الكبار. ليه؟ ثين لامينا بابريشيا ولو اميونيتي، كان في الاكيوتوتايتس ميديا ثيك دراما ولو اميونيتي. نيجي للتريتمنت بتاع الاكيوت ساينوسايتس ان تشيلدرن. والله يا دكتور في ميديكال وسيرجيكال، سيستميك انتيبايوتيك وانرجيزيك انتيبايوتيك، ما هي زي كبار وبرده كومبليت بدرس لو عنده حراره والكلام ده. دي كونجستنت نيزل دروبس افويد برولونج يوز، واللي اهم منها بقى سالاين اريجيشن، عشان كده جبت لك الصوره دي، سالاين اريجيشن. وحتى الكبار دلوقتي بنستخدمها لهم، يعني ممكن تكتبها في الساينوسايتس هناك في كرونيك ساينوسايتس بالذات في الميديكال تريتمنت، سالاين اريجيشن كل شويه. ده دلوقتي يا عم عملوا الملح ده في ازايز وبتتباع الازازه ب 100 جنيه، انت فاهم؟ وبالتالي سالاين اريجيشن ده بيوش الديستشارج فبيفتح الاوستيا بتاع الساينوسس. تمام، يبقى سالاين اريجيشن اللي هو زي الالكا مصر كده او سالاين العادي محلول ملح العادي. الولد ده غالبا عنده حساسيه هي اللي جابتها له، لو ما عندوش ادينويد يبقى هديله انت الرجيك تريتمنت. سيرجيكال بقى لو عنده ادينويد وقفله ادينويديكتومي. ممكن نعمل فيس الاطفال ممكن، ولكن انا شغلتي بتاع اطفال اصلا اطفال انف واذن بيدياتريك اوتولارينجولوجي. اسالني عملت كام فس لطفل في ابو الريش؟ هقول لك مرتين في حياتي، تخيل مرتين في حياتي. فيري رير انك تلجا للفس في الاطفال الا لو عنده فانجل بقى وعنده حاجه تانية، لكن ساينوسايتس عاديه لا صعبه قوي. ده مجرد ما تعمله ادينيدكتومي الدنيا ريحت معاه وفتحت وخلاص، يبقى فس از ريرلي نيدد الا لو في كومبليكيشن او سبيشال انفكشن زي فانجل وهكذا. معايا؟ يبقى الادينيدكتومي كفايه قوي سيرجيكال، لان الادينويد هنا في الجزء ده فهي اللي قافله النوز فيجي له ساينوسايتس. لو شلت له الادينويد حلت المشكله. كومبليكيشنز اوف ساينوسايتس، الكومبليكيشنز بتاع الراينوساينوسايتس ايه بقى؟ اولا نفتكر مع بعض تاني الاوتايتس ميديا، اكيوت انفلاميشن في الميكوزا اونلي. بص دي الاوربت اهي، دي الساينس اهو الفرونتال، وهنا الاثمويد، وهنا الماكسيلاري، تمام، والثلاثه بيصبوا في الحته دي الاوستوميتال كومبلكس. ماشي الكلام؟ يعني ايه اكيوت ساينوسايتس؟ اكيوت انفلاميشن في الميوكوزا لايننج، الميوكوزا بس بتاع الساينس بتاع كل الساينس. معايا؟ طيب ده الاكيوت. يعني ايه كرونيك؟ انفلاميشن في الميوكوزا والبريوستيان، الصفرة دي بريوستيان، ده كرونيك. يعني ايه كومبليكيشن؟ اكستنشن اوف انفكشن بيوند الميكوبريوستيان ليميت، تعدى حدود الميكوبريوستيان، خرج للعظم اوستومالايتس فرونتال اوستومالايتس، راح للعين اوربيتال كومبليكيشن، وصل انتراكرينيال انتراكرينيال كومبليكيشن، وهكذا. اذا كلمه كومبليكيشنز يعني تعدى حدود الساينس، الميكوبريوستيان لاينج اوف ذا ساينس، extension of infection. نفس كلام الاوتايتس ميديا اللي قلناه، اكيوت كان ميكوزا بس، كرونيك ميكوزا وبريوستيم، كومبليكيشن تعدى حدود الميكوبريوستيم لايننج. تمام، ايه الاسباب؟ نفس الاسباب بتاع الاوتايتس ميديا بس هنا ما فيش كل ستيتوم، اللي هو ايه؟ اكيوت ساينوسايتس سبيشال ان تشيلدرن. ليه سبيشال ان تشيلدرن؟ ثين لامينا بابريشيا اهي، رسمت لك اللامينا بابريشيا اهي، وده طفل
والاثمويد اهي. اللامنة بابريشيا دي فين عند الاطفال؟ تدخل على الاوربت على طول. على فكره الاوربتال كومبليكيشن هي الكومنست كومبليكيشن في الساينوسايتس. وبعدين السبب الثاني اكيوت اكسيرفيشن اون توب اوف كرونيك، يعني واحد عنده كرونيك وجاله عليها اكيوت بيبقى فيها مايكرو ابسيسيس تعمل كومبليكيشن. نيجي لانواع الكومبليكيشنز بقى. انواع الكومبليكيشن انا قلت لك اوربتال هي الكومنست، تمام؟ الاوربتال هي الكومنست كومبليكيشن وهنتكلم عليها ان ديتيلز. ده الكومنست ليه؟ لانها نير ذا اثمويد اللي هي سيبريتد بثين بليت اوف بون اللي من البابريشيا. يبقى الاوربتال كومبليكيشن هي الكومنست، لازم تتعرف كده معايا. وحتى في الرمض هيقولوا لك ايه الكومنست سورس اوف انفكشن تو ذا اي بول او للاوربت عباره عن الاثمويد ساينس، تمام؟ لكن في حاجه برضو احنا هناخد دلوقتي الاوربتال كومبليكيشن، بس في حاجه اسمها البستور جروب اللي هي البستور اثمويد والسفينويد، ده بتعمل كومبليكيشنز اخطر، دي هناخدها لوحديها كمان شويه. طيب ده الاوربيتال الاولانيه. طب كرينيال راحت لعظم الكرينيوم، كرينيوم يعني سكال، راحت لعظم الكرينيوم بالذات لو فرانكل تعمل اوستيومالايتس. خلي بالك في الارك هنا كان اسمها ماستويدايتس، هنا سميتها اوستيومالايتس. فرانكل ريرلي ماكسيلري، لان الماكسيلري ساينوسايتس صعب تحصل، اوستيومالايتس صعب تحصل جدا لان الماكسيلا واخده من تحت ومن فوق بلاد سبلاي فلها جود فاسكولاريتي، اما الفرونتال واخده من فوق بس فممكن يحصل فيها اوستومالايتس، تمام؟ الماكسيلري ممكن يحصل فيها لو في بقى سيفير دينتال انفكشن او حاجه، ده حاجه ثانيه. طيب الاوستومالايتس دي هتعمل صبر اوستيال ابسس، والصبر اوستيال ابسس يفرقع ويعمل فيستولا. انا بفكرك بدي كان ماستويدايتس، ماستويد ابسس، صبر اوستيال ابسس فرقع وعمل فيستولا، نفس الكلام بس هنا فرونتال، تمام؟ يبقى ده كرينيال. انترا كرينيال نفس ترتيب الاحداث بتاعه الاير بتاع الكومبليكيشن، تمام؟ بص بقى دي العين، ده الفرونتال، ده الانتراكرينيال كافيتي، تمام؟ هنا الديورا، هنا الاراكنويد، هنا الصفرة، البيا بالبرين تيشو لازقه في البرين تيشو. لو الباس اتجمع بره ديورا بقى اسمه اكسترا ديورال ابسس، هنا بره ديورا اكسترا ديورال ابسس، ما بعد ديورا سب ديورال ابسس، عدى الاراكنويد سب اراكنويد سبيس اللي هو سي اس اف مننجايتس، هنا سب اراكنويد سبيس، عدى البيا يبقى برين ابسس فرونتال لوب ابسس. على فكره الفرونتال لوب ده بتاع البيهيفير فيجي له بيهيفيرال تشينجز معايا. طيب ده ترتيب الاحداث، يبقى اكسترا ديورال سب ديورال مننجايتس برين ابسس في الفرونتال لوب، كانت هنا تمبرال لوب او سيربيلر، هنا فرونتال، تمام؟ بقول لك كافرنا الساينس ثرومبوزس، الكافرنا الساينس ده ورا العين وانتراكرينيال. على فكره الكافرنا الساينس ده هتقوله كافرنا الساينس ثرومبوزس تبع الاوربيتال وتبع الانتراكرينيال، لان الكافرنا الساينس ورا العين تبع الاوربيتال وانتراكرينيال، هتقوله في الاثنين، تمام؟ كافرنا سينا ثرومبوزس لان المنطقه دي تبع الدينجرس اريا اوف ذا فيس اللي هي دريند بالاوفثالميك فين، معايا دريند بالاوفثالميك فين، تمام؟ طيب نيجي بعد كده ده الانتراكرينيال. على فكره سبحانك يا رب وكاني بقول الكومبليكيشن اوف اوتايتس ميديا اللي هي كانت ايه؟ كرينيال ماستويدايتس واخواتها الاربعه كرينيال. طيب انتراكرينيال الست حاجات اللي قلناهم هناك، واكستراكرينيال طب هنا نفس الكلام، قلت كرينيال اوستيومالايتس وصبر اوستيال ابسس وفيستولا، قلت انتراكرينيال اللي انا عديتهم نفس بتوع الاير معايا، وبعدين قلنا اوربيتال، اوربيتال دي المقابل لها اكستراكرينيال هناك، بس اوربيتال هنا الكومنست معايا. في اذر كومبليكيشن غير الحاجات دي؟ ازاي مش في ساينوسايتس الانفكشن الديستشارج ينزل على الفارينكس فارينجايتس، ينزل على اللارينكس لارينجايتس، برونكايتس، نيومونيا، ديسيندنج انفكشن. طب ايه رايك يا دكتور لو الفرونتال ساينس اهو هرسمه تاني اهو والعين اهي، ايه رايك لو الدكت بتاعه ده اتقفل او الاوستيوم اتقفل؟ ايه ده؟ السكريشن اللي هنا اتجمع قعد يزق في العظم، يزق يزق يعمل حاجه اسمها ميوكوسيل، ميوكوسيل تكيس مخاطي، ميوكو مخاط، سيل كيس تكيس مخاطي جوه الساينس، يقعد ينفخ العظم expansion 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 ميوكوسيل cystic expansion of the sinus with mucus دي complication.
نيجي بقى للاوربيتال كومبليكيشن اللي هي الكومنست. هناخد كل واحده على حده. الاوربيتال كومبليكيشن طبعا الاثمويد هو الكومنست سورس، زي ما انا قلت وعدت وزدت وكررت الكلام كتير. الاثمويد اهو والاوربيت اهي والعظمه اللي بينهم لامينا بابريشيا، تمام، اللي هي الميديال اوربيتال وول، احيانا تبقى ثين او ديهيسنت او الانفكشن عمل لها نكروزس ودخل على العين. معايا الكلينيكال بيكشر بتاع الاوربيتال كومبليكيشن. تمر الاوربيتال كومبليكيشن بخمسه ستيجز، خمس مراحل، تمام. اولا اوربيتال ايديما، مجرد ايديما في الابر ايليد، كونجيشن وايديما في الابر ايليد. ليه حصل فينا سوبستراكشن؟ بص بقى هصورها لك دلوقتي. الفينز بتاع الاوربت داخله هنا وبعدين يحصل لها درينج هنا. الاثمود لما انفليمد قفل الفينس درينج، فالابر ايليد ورم. اللور ايليد احيانا يورم بس رير. ليه؟ لانه دريند كمان بالانفرا اوربيتال فين، وبالتالي انفرا اوربيتال فين بعيد تحت. معايا؟ يبقى اذا لما حصل فينس اوبستراكشن هنا حصل ورمان في الجزء ده، تمام، ايديما في الابر ايليد، ده الاوربيتال ايديما. الايديما دي تثابت ستاجنانت فلويد، حصل لها ايتس سيلولايتس، يعني انفلاميشن بس لسه الباص ما اتكونش. امتى الباص يتكون؟ لما يبقى اسمه ابسس، تمام. يبقى المرحله الثانيه اوربيتال سيلولايتس. يعني ايه سيلولايتس؟ انفلاميشن، زنهره وحمار، زنهره وحمار، نو باص فورميشن، اللي هو ايه؟ برضو قديمه في الابر ايليد زي اللي قبلها، بس زاد عليها ايه؟ بين. بس البين هنا مش ثروبنج لان ده ايتس مفيش ابسس، يبقى البين ضل ايكنج، تقل، ضل ايكنج. كيموزس، كيموزس يعني ايه؟ حمار في الكونجنكتيفا، كونجنكتيفا الانجكشن. كيموزس. بروتروزس يعني ايه؟ بروتروجن للاي بول. يعني اذا في كونجنكتيفا الانجكشن حمار، في بروبتوزس لان الفلويد اللي حوالين العين زاد، اللي حوالين الاي بول زاد، فالاي بول ما عادتش مستحمله فالعين تبوظ، الفلويد زقها. معايا؟ اوفثالموبليجيا، شلل في عضلات العين، شلل في عضلات العين. ليه؟ الاكسترا اوكيولار ماسل فيها ايتس، فما عادش عارف يحرك. بليجيا يعني شلل، ما عادش عارف يحرك عينه، اوفثالموبليجيا. ديمينيوشن اوف فيجن، ليه؟ علشان الاوربت زق عليها على قدام، فالاوبتيك نيرف اتشد، فيحصل ديمينيشن فيجن. بس الحمد لله ريفيرسابل. ليه ريفيرسابل؟ لانها سيلولايتس. عارف لو كون باص وصل للريتنا الريفيرسابل دامج. فاكر الاير لما قلت لك اي نيورو اوبيثيليوم يوصله باص الريفيرسابل دامج؟ دي مجرد سيلولايتس، وبالتالي ريفيرسابل ديمينيشن للفيجن. نظره ضعيف ولكن ريفيرسابل. نيجي للمرحله اللي بعدها الثالثه، اكسترا بريوستيال ابسس، اللي هي دي اكسترا بريوستيال ابسس. يعني الايتس بقت باص، فالبين هيبقى ثروبنج بقى، تمام، ونفس اللي قبلها، ايديما في الايليدز، بين، ثروبنج، كيموزس، بروبتوزس، اوفثالموبليجيا، ديمينيوشن اوف فيجن، ريفيرسابل. اهو بقى باص بعد ما كان ايتس، هنا ايتس هنا باص. ده اكسترا بريوستيال يعني ايه؟ اللي هو بيسموه صب بريوستيال. بص بقى، ده البريوستيوم اللي هو الاندوستيوم اللي عامل لايننج للاوربت من جوه، اللي انا بسميه بريوستيوم ولكن هو اندوستيوم، احنا بنسميه بريوستيوم. فالباص اتكون براه فسموه صب بريوستيال او اكسترا بريوستيال ابسس، لسه ما وصلش للاي بول نفسه. المرحله اللي بعدها فرقع، دخل حوط الايبول، ايه ده؟ فده الباص وصل للريتنا ورا. irreversible diminution of vision، irreversible destruction للريتنا، تمام؟ يعني زي اللي قبلها، تمام؟ اللي هو البين وثروبنج وفي diminution of vision، irreversible، دي irreversible، كيموزس، بروبتوزس، اوفثالموبليجيا، يعني كلها زي اللي قبلها بس diminution of vision هنا irreversible. اخر مرحله كافيرنس ساينس ثرومبوزس، وصلت لكافيرنس ساينس. الكافيرنس ساينس ده على فكره فيتال في نسبه 30% من الحالات. معايا؟ الكافيرنس ساينس لو وصلوا لدوره العين وبالتالي هيتقال مرتين، تبع الانتراكرينيال وتبع الاوربيتال، وهناخد الكلينيكال بيكشر بتاعته لوحديها. نيجي للانفستيجيشن بتاع الاوربيتال كومبليكيشن. طبعا اهم انفستيجيشن في الساينسز ايه؟ سي تي للنوزل ساينسز.
الولد المسكين ده عنده اوربيتال إديمة نتيجه للاثمويد، الاثمويد اهي اثمويدال ساينوسايتس واللامينا باباريشال انفكشن دخل اوربيتال إديمة عمل فينوس اوبستراكشن تمام، وممكن يعمل ابسس. في ابسس اهو في السي تي ده بان في السي تي. اذا سي تي خلاص تبعته لزميلك بتاع الرمد برضه يعمل له فاندس اكزامينيشن يكشف قاع عين تمام. مش يمكن يقول لك في انجورجت كونجستد ريتينال فينز يبقى ده دخل في كافرنال سايلنت ثرومبوزس يبقى انت بتسابق الزمن لعلاجه معايا. يبقى طالما هو كشف يا دكتور ازاي انفستيجيشن، ازاي كشف الرمد انفستيجيشن؟ ما هو اتعمل بره عيادتك انت كان في اذن بعته مكان تاني يبقى اسمه انفستيجيشن. يبقى سي تي وفتالمولوجيك كونسلتيشن اللي هو دكتور رمد يكشف عليه. ايه التريتمنت بتاع الاوربيتال كومبليكيشن؟ ميديكال وسيرجيكال. افتكر الكومبليكيشن بتاع لوبايتس ميديا ميديكال وسيرجيكال. الكومبليكيشن دي تموت، دي تموت وممكن تعمي وبالتالي هوسبيتاليزيشن. سيستميك انتي بايوتكس يفضل باي انجكشن. ستيرويدز، ستيرويدز هنا فيجن سيفنج، فيجن سيفنج. ليه؟ في انفلاماتوري ايديما ممكن حوالين اوبتيك نيرف والكلام ده، فانا لو حصل ديمينيشن فيجن لازم ادي كورتيزون ايميديت فيجن سيفنج تمام. سيرجيكال بقى لو اتكون باص لازم درينج معايا. يبقى السيرجيكال لو متكون ابسس في السي تي والبين ثروبنج معايا، ولو فيلد ميديكال تريتمنت لمده 48 ساعه. سبحان الله وكأني بفكرك بالماستودايتس، لو عملت له سي تي ولقيت ابسس، لو في ديمينيشن اوف فيجن انت مستني يتعمى تمام، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه في السيرجيكال ده سيرجري؟ يا اما هتعملها له بالمنظار اندوسكوبك ساينس سيرجري وده اللي بيتعمل دلوقتي، وتفتح الساينس اهو. بص تخيل معايا السي تي ده، ده ابسس اهو، بروح فاتح العظم من هنا فاتحه على النوز بالمنظار يقوم يحصل درينج. يبقى كان عامل كومبريشن على العين، انا عملت دي كومبريشن، دي كومبريشن ان انا فضيت الصديد. لكن ممكن تتعمل اكسترنال بس ما عادتش مستخدمه دلوقتي، ممكن افتح اكسترا اثمويدكتومي، لكن دلوقتي اللي بتعمل اندوسكوبيك. نيجي للكومبليكيشنز بتاع البستور جروب اوف ساينسز اللي هي البستور اثمويد والسفينويد اللي هي المنطقه دي يا جماعه. شوف زقه العين بروبتوزس، العين دي مزوقه لقدام اما العين دي طبيعيه تمام. يبقى اذا في بروبتوزس وفي باص اهو، باص في المنطقه دي في الاثمويد وحوالين الايبول اهو، كل ده باص لكن ده طبيعي. على فكره كديتيلز اناتومي، ده الايبول، ده الاوبتيك نيرف، وده الريكتاي ماسل، هنا كله باص وزق العين بروبتوزس في البستور جروب نتيجه الانفكشن في البستور جروب للبستور اثمويد ولا سفينويد. طيب قسمت الكومبليكيشن بتاع البستور جروب اوف ساينسز الى اول واحده اوربيتال ايبكس سندروم. يعني ايه اوربيتال ايبكس سندروم؟ ما هي الاوربيتال ايبكس؟ هي دي الاوربت لها فور وولز، ده الميديال وول، ده اللاترال وول، ده السبيرور وول، ده الانفيرور وول، ولها ايبكس اللي هي دي. بص بقى الاوبتيك فورامن والسبيرور اوربيتال فيشر. على فكره ده الانفيرور اوربيتال فيشر ماليش دعوه بيه، ده مش تبع الساينسز، ده بيصب في التيرجوبلاتاي الفصه والانفرا تمبرال الفصه، يعني مفتوح على الخد من ورا معايا، فما بيتزنقش في الساينوسايتس. اللي بيتزنق في الساينوسايتس السبيرور اوربيتال فيشر ده والاوبتيك والاوبتيك كانال. فلو اندس اللي هو الاوبتيك فورامين لو اندس عليهم اسمهم اوربيتال ايبيك سندروم، يدوس على الاستراكشر اللي بتطلع منهم. طيب لو انداس على السبيرور اوربيتال فيشر بس اسمها اوربيتال سبير اوربيتال فيشر سندروم، انداس على دي بس، دي بس يبقى سبير اوربيتال فيشر سندروم. طب لو انداس على الاوبتيك فورامين بس اسمها اوبتيك نورايتس او اوبتيك اتروفي، يبقى اوربيتال ايبكس الاثنين اوربيتال ايبكس، الاوبتيك فورامين والسبير اوربيتال فيشر. طب لو السبير اوربيتال فيشر بس سبير اوربيتال فيشر سندروم، طب لو الاوبتيك فورامين بس اوبتيك نورايتس او اوبتيك اتروفي. طيب تعالى بقى نقول الكلام اللي قلناه دلوقتي. هتعمل ايه لو اوربيتال ايبكس سندروم؟ كومبريشن للاستراكشر اللي باسنج ثرو السبير اوربيتال فيشر والاوبتيك فورامين. طب ومين اللي بيعدي من السبير اوربيتال فيشر بقى؟ الاناتوم بتاع الهيدند نيك فكرني، الاوفثالميك فين لما يتسد يحصل إديمة، الاوفثالميك نيرف اللي هي الديفيجن بتاع الترايجيمينال او البرانش من الترايجيمينال، الاوفثالميك اللي بيغذي الثلث اللي فوق من الوش بالسنسيشن، يبقى بين اوفر ذا فور هيد
في التلت اللي فوق من الوش، 3 و4 و6 كرينيال نيرفز، تروكلير اللي هو 4، الاوكيلوموتور اللي هو 3، والابديوسنت اللي هو 6، بيمشين في السبرو اوربيتال فيشر، يحصل اوفثالموبليجيا. طبعا العضلات اتشلت لان انداس على النيرفز اللي معديه من السبرو اوربيتال فيشر. 3 و4 و6 و5 متمثل في مين؟ في الاوفثالميك، لان الماكسيلاري كان بيعدي في الفورامن الروتاندم، والمانديبولار كان بيعدي في الفورامن الاوفال، دول بعيد ماليش دعوه بيهم، تمام؟ فيعتبر 3 و4 و5 اللي هو اوفثالميك، و6 ده 5 اهو، ودول 3 و4 و6 هيؤدي الى اوفثالموبليجيا. وكل الانفلاميشن ده بروبتوزس، ما تنساش العضلات لما يتشل العين تجحظ لان الايديمه هتزقها، التون بتاع المصل فقد، يبقى بروبتوزس. ده السيبير اوربيتال فيشر كل ده. طب ولما يدوس على الاوبتيك فورامن، اوبتيك نيورايتس اللي هي ديمينيوشن للفيجن، وممكن بلايندنس. نيجي للسيبير اوربيتال فيشر سندروم، الحاجات اللي عدت من السيبير اوربيتال فيشر بس، اللي هو مين؟ الجزء الاولاني بتاع ده، الجزء الاولاني ده، واخر حاجه الاوبتيك نيورايتس الجزء ده، لما انداس على الاوبتيك فورامن وحصل اوبتيك اتروفي. اوستومالايز في الفرونتال بون، تمام؟ يعني اوستومالايز في الفرونتال بون اللي هي كان بيقابلها هنا مصليلايز، انفلاميشن في الفرونتال بون، ايه الكلينيكال بيكشر بتاعتها؟ الفها بين وسويلنج اوفر ذا فور هيد، اهو الراجل ده بين فول سويلنج على الفور هيد على الجبهه، ولما يكون سب بريوستيال ابسس هيفضل يكبر يكبر، يفرقع البريوستيا بيفرقع السكين ديسشارجنج فيستيولا افتر رابشر اوف سب بريوستيال ابسس. ده السيمبتوم. الساينس بقى تيجي تدوس له على الفرونتال بون تلاقيها تندر، تمام؟ ولو في سب بريوستيال ابسس تلاقيها فلكتوانت. في حاجه بقى اسمها بوتس بافي تيومر. ايه البوتس بافي تيومر دي؟ الفرونتال بون اهي، وهنا المخ، وهنا بره. فلو حصل سب بريوستيال ابسس هنا بس على الاوتر تيبل تحت البريوستيوم من بره، وحصل سبريوستيال ابسس هنا اللي هو تحت الاندوستيوم، والعظمه هتلاقيه متاكل شويه، فده بيسموه بوتس بافي تيومر. ات از نوت ا تيومر. بوتس ده كان دكتور عظم عمل بوتس ديزيز اوف ذا سباين، هناخده في الفارنكس بتاع التي بي كولد ابسس، وعمل بوتس فراكشر في العظم، هتاخده في سنه 6 بوتس فراكشر كماني، هو كان تخصصه عظمي اخي وغاوي، عمل بوتس بافي تيومر. ات از نوت ا تيومر، ده عباره عن صبري اوستيال ابسس ان بوث سايدز اوف ذا فرونتال بون، ابسس هنا وابسس هنا، والعظم نكروتيك، تمام؟ متاكل موث ايتن ابيرنس، تمام؟ يبقى صبري اوستيال ابسس ان بوث سايدز اوف ذا فرونتال بون، بوتس بافي تيومر. بافي، تمام؟ ايه الانفستيجيشن بتاع الاستومالايتس؟ سي تي، ما انا قلت لك اهم انفستيجيشن. التريتمنت، كل كومبليكيشن ميديكال وسيرجيكال. ايه الميديكال؟ طبعا دي حاجه تموت، طبعا ده مخ، يبقى هوسبيتاليزيشن وسيستميك انتي بايوتكس، وسيرجيكال درينج اوف ذا ابسس وتريتمنت اوف ساينوسايتس. يعني انت هتفضل الابسس وهتعالج الساينوسايتس اللي هي سبب الابسس علشان ما يحصلش ريكارنس. كافيرنس ساين اوف ثرومبوزس، حاجه فيتال طبعا، كافيرنس ساين اوف ثرومبوزس. نفتكر مع بعض الاناتومي بتاع كافيرنس ساينس. ده هو كافيرنس ساينس، كان من قدام بيتكون من ايه؟ التريبيوتريس اوف ثالميك فين اللي هو جاي من العين والوش، ده التريبيوتريس بتاعه، ده الاوفثالميك فين، وسفينو برايتال فين اللي كان ماشي على الليسر وينج اوف ذا سفينويد، ده من قدام. يبقى كافيرنس ساينس اهو، في اوفثالميك فين وفي سفينو برايتال فين، تمام؟ ومن ورا السبيرو بتروزل والانفيرو بتروزل اللي هم رايحين لمين؟ لللاترال ساينس اللي هي السيجمويد وترانسفيرس اهو. ده السيبيرو بتروزل وده الانفيريور بتروزل وده البتراس بون، ما هو ده فوق البتراس سيبيرو بتروزل وده تحت البتراس، والاثنين يروحوا لللاترال ساينس، تمام؟ اذا انت قلت لي كده الاناتومي، هنا العين دي العين، اذا لو حصل انفكشن في العين تجيب كافيرنس ساينس ثرومبوزس، لو حصل انفكشن في الوش في الدنجرس اريا تجيب كافيرنس ساينس ثرومبوزس، لو حصل انفكشن في اللاترال ساينس اللي هو كومبليكيت اوتايتس ميديا لاترال ساينس ثرومبوفيبايت تجيب كافيرنس ساينس ثرومبوس عن طريق البتروزال فينز. طب ما هو كافيرنس ساينس ليه كوميونيكيشن بالتريجويد بلكسس اوف فينز، ده ليه كوميونيكيشن بالفرنجيال بلكسس كمان اهو، تريجويد بلكسس اوف فينز، تمام؟
عن طريق ميشري فورامينا في السكال، وبالتالي بس هنا انفكشن هنا يطلع للكافرنس ساينس. الكافرنس ساينس يا جماعه هايلي فيتال، المورتاليتي ريت 30%، وبالتالي بنلخص الاسباب في كلمه اس او اس. يعني ايه اس او اس؟ يعني بيقول لك انقذ روحي، سيف اور سولز، ناس وقعوا من الطياره في الصحراء فكتبوا يافطه كبيره انقذوا ارواحنا والا هنموت. هو ده الكافرنس ساينس، اسبابه اس او اس. 2 اس 1 او 2 اس. ال 2 اس الاولانيه سكين سيبسس في الدينجرس اريا اوف ذا فيس، دم هنا دم هنا دم هنا، فرانكلين فاكر مش هقولها تاني. يبقى ده اول اس، سيبسس في الدينجرس اريا اوف ذا فيس. ساينوسايتس، لما الساينوسايتس في الدينجرس اريا اوف ذا فيس، ده تاني اس. الاو واحده او، اوربيتال انفكشن، واحد عنده اوربيتال انفكشن اوربيتال سولايتس يروح للكافرنس ساينس. والاثنين اس الاخرانيين دول تمام، بنقول الاثنين اس سابيوليشن في الفارينكس هنا اهو، لاترال سينا ثرومبوفليبايتس اسف تحت، سابيوليشن في الفارينكس وفي التريجويد بليكسس يطلع عن طريق الميشري فورامينا كافرنس سينا ثرومبوسس. ده الاس الاولانيه. الاس الاخيره بقى لاترال سينا ثرومبوفليبايتس اللي هي في الاير. انا قلت لك وقتها في الكومبليكيشن بتاع الاوتايتس ميديا لاترال سينا ثرومبوفليبايتس ممكن تكستند انتيريور عن طريق السيبيرو بتروزال والنيفرو بتروزال تروح لكافرنس سينس. وقلت لك وقتها ان بي ما تديش انتي كوجلانت الا لو وصل لكافرنس سينس، فاكر؟ الا لو وصل لكافرنس سينس او افتر ريموفال اوف ذا ثرومبس من اللاترال سينس، لان الكافرنس سينس هايلي فيتال بالذات بالذات لو امتد للاذر كافرنس سينس. معايا؟ يعني لو امتد للاذر كافرنس سينس ده هتبقى مشكله كبيره جدا. تمام؟ يبقى اذا الكافرنس سينس ثرومبوزس هايلي فيتال، نسبه ان يموت 30% المورتاليتي ريت 30% من الحالات. بيقول لك سيف اور سولز، انقذوا ارواحنا. معايا؟ اس او اس 2 اس 1 او 2 اس. وقلت لك الكوميونيكيشن بتاع الكافرنس ساينس. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع الكافرنس ساينس. بص العيان المسكين ده كافرنس ساينس ثرومبوزس، الولد ده لسه عنده اوربيتال اديما ممكن تمتد للكافرنس ساينس، خلي بالك تيك كير، لازم تعالج الاوربيتال كومبليكيشن. الكلينيكال بيكشر جنرال فيفر وهيدك وماليز وانوركسيا، ما هو في الاصل اسمه ثرومبوفليبايتس بس احنا بنسميها كافرنس ساينس ثرومبوزس، لكن هي انفكتد ثرومبا ثرومبوفليبايتس وبالتالي ايتس فيفر وهيدك وماليز وانوركسيا. لوكال، لوكال بقى كله حاجات العين. على فكره الجنرال كلينيكال بيكشر بتاعه بتبقى ديتيريوريتد جدا، تمام؟ اللي هو ايه بقى؟ كلها حاجات العين، ايديما في الابر ايليد او الايليد عامه اهي الايليدز، كيموزس كونجنكتيفال انجكشن حمار كونجنكتيفال، بروبتوزس عينه جحظه اهي، اوفثالموبليجيا شلل في عضلات العين. انت بتتكلم في ايه؟ ده الابديوسنت ماشي جوه كافرنس ساينس وثلاثه واربعه ماشيين في الوول، مش عايزه يشيل عضلات العين اللي هي متغذيه بثلاثه واربعه وسته، تمام؟ diminution of vision up to blindness. لو امتد للاذر كافرنس ساينس فيتال. بص الكافرنس ساينس اليمين والكافرنس ساينس الشمال بينهم حاجه اسمها انتر كافرنس ساينسز، ممكن الثرومبس اللي هنا يمتد للاذر سايد، خلاص يحصل اوبستراكشن للدرينج بتاع السي اس اف. الانفستيجيشن طبعا سي تي بالصبغه، سي تي وذ كونتراست، تمام؟ واهم انفستيجيشن يشخص لك في ثانيه ام ار في ماجنتيك ريزونانس فينوجرافي. فاكرين الكلام ده؟ قلتها في اللاترال ساينس ثرومبوفليبايتس، مش عايزين نكرر تاني، ولكن هحقن صبغه هتمشي في كل الفاسكليتشر وهتقف في حته الثرومبس، يعني الصبغه هتصبغ هنا وهتصبغ هنا وهتقف هنا. يبقى ده دم متجلط، ده اللي هو فينوجرافي فين، لان الكافرنس ساينس فين بصوره جراف بالام ار اي، يبقى ماجنتيك ريزونانس فينوجرافي. ده الموست دايجنوستيك، كذلك كان هنا الموست دايجنوستيك. التريتمنت بقى ميديكال وسيرجيكال زي كل الكومبليكيت. هو فيتال يبقى هوسبيتاليزيشن، سيستميك انتيبايوتكس انترافينوس، سيستميك انتيبايوتك انترافينوس ده انترافينوس وتخاف عليه وكل شويه تعمله مونيتور، الحاله المورتاليتي ريت عاليه تمام، ولازم تكون الانتيبايوتكس بتكروس البلاد برين بارير. ادي له انتيكوجلانت طبعا زي الهيبارين. سيرجيكال مالوش سيرجيكال تريتمنت الكافرنس ساينس، ايه هتشيله ازاي؟ ده جواه الكاروتيد، انت فاكر السيركل اوف وليس؟ يا عم ده الموضوع خطر جدا. اذا بعد ما يخف بالميديكال تريتمنت اعالج السبب بتاعه، تريتمنت اوف ذا كوز،
اللي هي الساينوسايتس هنا بالاندوسكوبك ساينس سيرجري علشان ما يحصلش ريكارنس للكافرنا ساينس ثرومبوزس. اخر ايتم الميكوسيل ككومبليكيشنز للساينوسايتس. يعني ايه ميكوسيل باختصار؟ الساينس اهو ده الفرونتال مثلا اتقفل فما عادش في درينج الميوكس. طبعا هو لايند باي ميوكوزا، هنا في ميوكس ممبرين ميوكوزا بتسكريت ميوكس جوه الساينس. الميوكس ده كان بينزل من الاوستيا من الدكت، فالدكت اتقفل فالميوكس بيتحوش فيحصل اكسبانشن، يبقى الساينس يتنفخ بمخاط ميوكوسيل. ميوكوسيل سيستيك اكسبانشن اوف ذا ساينس وذ ميوكس، تكيس مخاطي. بص ده الساينس الطبيعي الناحيه دي، ده الساينس منفوخ. تفرقوا ازاي عن الساينوسايتس؟ منفوخ زي البالونه، ده مش شكل الساينس، ها هو اوبيك ولكن مش شكل الساينس. ديستنشن اكسبانشن، يبقى سيستيك اكسبانشن اوف ذا ساينس وذ ميوكس. طب ولما الميوكس ده يحصل له سكندري انفكشن لانه ستاجنان هيبقى باص، يبقى في الحاله دي اسمها بايوسيل سيستيك اكسبانشن اوف باص. البايوسيل في عيب انه ممكن يفرقع لان صديد عمال ابسس ممكن يفرقع ويعمل فيستولا. تمام، السبب بتاع الميوكوسيل ايه؟ اوبستراكشن للساينس اوستيوم. اهو بص تاني الساينس اوستيوم اتقفل، حصل ان السكريشن اتجمعت قعدت تعمل اكسبانشن جراديوال لدرجه انها تكسباند العظم. ما هو جراديوال على مر شهور وسنين معايا. ايه سبب الاوبستراكشن بتاع الساينس اوستيوم ده؟ تروما فراكشر، وعظم دخل الفراكشر دبون دخل قفل. تمام، يبقى اكسيدنتال تروما نتيجه للفراكشر، ممكن افتر اندوسكوبك ساينس سيرجري وانا بعمل عمليه بالمنظار عملت انجري الحته دي حصل هيلينج باي فايبروزس. تمام، ممكن تيومر وسد الاوستيوم، ميبي تيومر زي اوستيوما مثلا فرونتال اوستيوما وسدت الدكت. ممكن انفلاميشن عادي ساينوسايتس اللي هو موضوع النهارده انفلاميشن. اهو بص حصل انفلاميشن في الجزء ده انفليمد في الساينوسايتس، فالانفلاميشن كرونيك وفضل فتره، حصل اوبستراكشن للدرينج حصل اكسبانشن لان المخاط عمال يبقى اكسكريتد جوه الساينس. معايا؟ السايت الكومن سايتس بتاع الميوكوسيل فرونتال واثمويد او فرونتو اثمويد، بنسميها فرونتو اثمويد. فرونتو اثمويد ميوكوسيل ده كومن، بص البنوته دي فرونتو اثمويد راح تزق العين بروبتوزس، راح تزق العين اظن باينه في السي تي العين دي مزقوقه العين دي لا. معايا؟ بروبتوتيك اي، بروبتوتيك اي ماشي، يبقى ده بروبتوتيك اي، يبقى ده سيستيك اكسبانشن اوف ذا ساينس وذ ميوكس. يبقى الفرونتال والاثمويد او بنسميهم على بعض فرونتو اثمويد. ممكن الاذر ساينسز ماكسيلاري او رير لسفينويد، لكن الكومن ايه؟ فرونتو اثمويد. ما تنسوش صوره البنوته دي فرونتو اثمويد، فرونتو اثمويد صوره البنوته دي. وعلى فكره السي تي اللي تحت ده بتاعها، يعني هي فرونتو اثمويد اهي وفرونتو اثمويد اهي. الباثوجينيزس بقى بتاعه الميوكوسيل، على فكره انا شرحته وانا بتكلم، اللي هو عباره عن ايه؟ اهو الفرونتال ساينس اهو فوق العين، العين اهي الساينس اتقفل، الاوستيا بتاع الساينس لما اتقفلت تمام، الميوكس عمال يفرز جوه الساينس، ايه ده؟ البالونه تتنفخ فراح حاصل سيستيك اكسبانشن. تمام؟ ايه ده؟ بدا يتنفخ ويزق العظم فالعظم بيرق، البالونه لما بتنفخها البالونه جلدها تخين، لما بتقعد تنفخها 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 فبتبقى ثين 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 لغايه ما تروح مفرقعه. تمام؟ اذا هتروح مفرقعه. يبقى ده بالنسبه للاكسبانشن. نفس الكلام بيحصل ثيننج اوت للبون، للبوني وول، حصل ثيننج اوت للبون لدرجه ممكن البون يبقى زي قشر البيض يتكسر تحت ايدك. ايه ده؟ رق جامد من الاكسبانشن لدرجه ممكن تدوس عليه اكشيل كراكلينج سنسيشن، وفي الاخر البون بيتلاشى ويبقى في سويلنج تحت ايدك طري فلاكتوانت بعد ما البون يرق ويتلاشى. يعني اذا اوبستراكشن، المخاط اتجمع ميوكو حس عمل سيل كيس تكيس فزق العظم قعد يرق 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 لدرجه تدوس عليه اكشيل كراكلينج سنسيشن وبعد كده يختفي. هو ده الباثوجينيسيس. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع الميوكوسيل.
بنقول السيمبتومز فيشيال بين اند هيدك، طبعا مش في سويلنج، يبقى فيشيال بين اند هيدك. سويلنج الحته دي ورمه يا دكتور اهي، ورمه اهي، وزق العين بروبتوزس، زق العين بروبتوزس. تيجي انت في الاكزامينيشن بقى، انت شايف بعينك انسبكشن سويلنج، وبايدك بالبالبيشن ممكن اكشيل كراكلينج سنسيشن. السويلنج فين؟ يا اما بص اثمويدال يبقى ميديال للاي هنا، يا اما فرونتال ابوف ذا ميديال هاف اوف ذا اي هنا. طيب لو اثمويدال يزق العين فين؟ لاترال. لو فرونتال يزق العين فين اللي هي البروبتوزس؟ لاترال وبره، لاترال وداونوردز، يعني تحت وبره، يبقى الاثمويد يزقها بره لاترال، بينما الفرونتال داونورد لاترال. تمام؟ اجي ادوس عليه الاقي العظم ثين وبيتكسر زي قشر البيض، اكش الكراكلينج سنسيشن. البروبتوزس لازم تقول مزقها فين، يبقى يا اما لاترال اثمويد يا اما داونورد لاترال لو فرونتال. لو حصل انفكشن يبقى اسمها بايوسين، البين هيبقى ثروبنج بعد ما كان ضل ايكنج، تمام، ويفرقع ويعمل فيستولا. ودي خبر الانفستيجيشنز بقى. اكس راي على فكره دي تبان في الاكس راي، وان كنت انا مش بحبذ اكس راي خالص في الساينسز، تمام. اكس راي هتبان الاوباستي، الاسفينويد ساينس شكله، انا اسف الفرنتال ساينس شكله عامل كده، سكالوب ده ابيرانس، عامل سكالوبينج، تمام، والاوربت اهي. لما يتنفخ البالونه لما بتشتريها بتبقى مكرمشه، لما تنفخها بيحصل لها ثيننج اوت، فاذا هيحصل لوس للسكالوب ده ابيرانس، لوس للفستونينج، تمام. الفستونينج ده انتهى بقى اكسباندد، وبالتالي لوس اوف ذا سكالوب ذا ابييرنس اوف ذا فرونتال ساينس اهو، ماشي. طيب السي تي مور دايجنوستيك عن الاكس راي، طبعا السي تي هي اللي دايجنوستيك اكتر، علشان كده انا بفضل سي تي، لكن بنكتب اكس راي زي الكتب. التريتمنت بقى، الميكوسيل ده من اسهل العمليات الجراحيه، ما هو لازم عمليه بقى، انت لازم تفضي معايا المخده، تفتح الفلور بتاعته هنا اهو، دي الفلور، تشيل العظم ده، ولو قدرت تشيل وول بقدر الامكان، ما قدرتش ولا حاجه، بص انت بتفتح الانفير وول ده وتجيب الوول اليمين دي يمين والوول الشمال دي شمال، عملت حاجه اسمها مرسيبيولايزيشن كده. فلو كون مخاط تاني وشفط المخاط، لو كان مخاط تاني هينزل بالجرافيتي، ما انت فتحت الفلور بالمنظار اللي هو هنا ده، الحركه دي اسمها مرسيبيولايزيشن، يعني الساينس كان مقفول كده ومليان مخاط، انا شلت الفلور دي مرسيبيولايزيشن، وبالتالي المخاط نزل. بص جبت لك صوره ايه، كيس مناديل، مناديل العاديه بتاع الوش، والمناديل عماله تنزل لوحديها، خلاص انت عملت مرسيبيولايزيشن، ما لهاش قيمه انك تدخل جوه الساينس وبتاع، فهي عمليه سهله، بتشيل الفلور وهو وتشفط المخاط، ولو اتكون تاني بينزل بالجرافيتي، ما انت فتحت فتحه واسعه هنا في الفلور، هنا اهو، هنا اهو معايا، هي دي عمليه المرسيبيولايزيشن.